يا أخي الشعراء دول لهم نوادر لما بتسمعها أو لما بتقراها بمعنى أدق بتحس قد إيه الشعراء دول يعني ناس خاصة جدا. من ضمن المواقف دي كلنا في يعني مطلع حياتنا واهتماماتنا كنا بنحب شاعر اسمه مظفر النواب. مظفر النواب شاعر عراقي كبير جدا مشهور، والعراقيين يحبوا شعره كله، لكن في قصيدة واحدة كتبها مظفر النواب، والقصيدة دي عملت قلق، وعملت قلق مش عند الناس العادية، لكن عملت قلق عند حتى الشعراء الكبار. القصيدة اسمها القدس عروس عروبتكم. القصيدة دي مهمة قوي، لأنه لما قالها مظفر النواب الدنيا اتقلبت وما عادتش لدرجة أن الشعراء نفسهم حسوا أنه القصيدة بذيئة وأبيحة قوي. والكلام ده كان بقى في مطلع السبعينات كده، الدنيا اتقلبت قوي، ايه البذاءة اللي في القصيدة دي؟ لدرجة انه شاعر زي الشاعر الأردني الكبير أمجد ناصر قال لا 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 ما يصحش، أنا مش مصدق ان دي قصيدة للشاعر الكبير مظفر النواب. أما الشاعر الكبير محمود درويش فحس ان الدنيا ايه ده، معقولة مظفر النواب يكتب البذاءة دي؟ أنا بحب شعره كله إلا القصيدة دي. ده اللي كتبه الأستاذ فالح حسون الدراجي في مقال صغير كده بعنوان ماذا سيقول مظفر النواب عما يحصل في الغزة. والقصيدة دي كتبها، المقالة دي كتبها السنة اللي فاتت الأستاذ فالح حسون. بيسأل يا ترى الأستاذ مظفر النواب الشاعر الكبير لو شاف اللي بيحصل في غزة دلوقتي كان هيكتب إيه؟ وحكى إزاي أن قصيدة القدس عروس عروبتكم قلبت الدنيا والشعراء رفضوها لأنها بذيئة. أنا أقدر أقول بس مطلع منها واعذروني، بيقول فيها القدس عروس عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض، فما أشرفكم أولاد القحبة؟ هل تسكت مغتصبة؟ لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم أن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم تتحرك دكة غسل الموتى، أما أنتم لا تهتز لكم قصبة. بيحكي الأستاذ فالح حسون في المقال ده، أو المقال جابه برافو عليك شبكة أبناء العراق، ماذا سيقول مظفر النواب عن أولاد القحبة لو رأى ما يحصل في غزة اليوم. بيحكي الأستاذ، حتى الأستاذ فالح حسون نفسه بيقول أنه اتصدم في القصيدة دي ورفضها، وكان مصدوم جدا لما وصلت العراق هذه القصيدة أو لما بقت في متناول الناس. وبيحكي كمان الأستاذ فالح أنه لما الناس بدأت تدين مظفر النواب عن القصيدة دي قال لهم معلش اعذروني، اعذروا بذائتي، اعذروا حزني، اعذروا كلماتي القاسية. وبيقول بالنص كده أنه قال لهم ماذا سيقول، بيقول كده بالضبط، بعضكم سيقول بذيئة، أروني موقف أكثر بذاءة مما نحن فيه اليوم. أروني موقف أكثر بذاءة مما نحن فيه اليوم. الحقيقة أنه الأستاذ فالح نفسه بيقول أنه الآن بيعتذر للشاعر الكبير مظفر النواب بعد اللي شايفه في غزة. ده الكلام ده في 23 تقريباً، احنا وصلنا للمرحلة الأسوأ لجية في العرب التي فاحت ريحتها. ليه بقى انا افتكرت القصة دي كلها؟ عشان المقدمة اللي هقولها دي. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرب بضاعتهم الكلام من زمان، طول عمرهم بيغنوا عن الوحدة والمصير والمصير الواحد والدفاع العربي المشترك إلى آخره، إلى من أيام الأغنية الرائعة للأستاذ حسين السيد والعبقري محمد عبد الوهاب، وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده بتكتر
وانتصاراته ملي حياته، وطني بيكبر وبيتحرر. لحد الحلم العربي اللي كتبه الشاعر اسمه ايه العدل، نسيت اسمه دلوقتي، مدحت العدل، ولحنه غالبا 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 ان لم اكن مخطئ الاخ حميد الشاعري اللي احنا فاكرينه، ده كان الاصدار الحديث من وطني حبيبي الوطن الاكبر، لاحدث نسخه للحلم العربي. ده يا حضرات الحلم العربي في النسخه بتاعته. لكن الحلم العربي والمصير المشترك ومسافه السكه وكل هذه الشعارات بتاعه الوحده العربيه بتتبخر مع اول اختبار حقيقي. اتبخرت مع حرب غزة، واتبخرت مع تقاعس العرب جميعا إلا جبهة اليمن اللي بتعتبر من الجبهات النادرة مع جبهة لبنان. هي الجبهات النادرة في التصدي لإسرائيل، وتصعيد التصدي ده نصرة لفلسطين لحد ما وصلوا إلى عمق تل أبيب بمسيرة لأول مرة. أنا آسف للتصحيح، كان الحلم العربي صلاح الشرنوبي وحلم بكر وتوزيع حميد الشاعري، ده المسيرة اللي وصلت لإسرائيل لأول مرة. عشان كده إسرائيل قررت تعلن أن بلطجي المنطقة لم يمت، فردت وضربت اليمن بنفسها وبطيارات، الحقيقة مشت حوالي 2000 كيلو وقصفت ميناء الحديدة في اليمن، وقصفت أيضا أهداف مدنية تانية زي ما بيقول الخبر ده. الجزيرة: قتلى وجرحى وحرائق بهجوم إسرائيلي على اليمن. عشان إسرائيل قذفتها أو ضربت صواريخ عليها، كمل، سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات شنتها طائرات إسرائيل أو إسرائيلية اليوم السبت على مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد يوم من هجوم الحوثيين بمسيرة على تل أبيب. في حين نقل موقع إكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الغارة الإسرائيلية نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، التحالف الدولي اللي هو أنا مش عارف. اليمنيين الحقيقة خرجوا في مظاهرات بعد الضربة دي وهتفوا ضد أمريكا وإسرائيل وقالوا كله فداء لغزة. عزيزي المشاهد، عشان تعرف المسافة قد إيه، فوق 2000 كيلومتر، كان لازم نعرض لك الخريطة دي عشان تعرف الطيران الإسرائيلي من أين قلع لحد ما ضرب. بص يا رئيس، أدي فلسطين، ماشي، المنطقة دي فلسطين بس واخر، وأدي اليمن. تخيل أن الطيران الإسرائيلي طلع من هنا، عدى بقى الأردن والسعودية وضرب اليمن. أنت متخيل طيران حربي قطع المسافة دي كلها عشان يضرب ميناء الحديدة في اليمن وأهداف أخرى؟ طيران حربي قطع المسافة دي كلها، تقريبا 2000 كيلومتر تقريبا، يمكن أكتر، ممكن نعمل إحداثية ونجيبها. معلش، إذا هتعمل إحداثية عن المسافة بين فلسطين أو الأرض المحتلة وبين اليمن، إذا تعبت وهتعملها يا بيبو، فمعلش يعمل لي كده إحداثية ما بين القاهرة
وأثيوبيا، يعني أهي الإحداثية دي، هل المسافة دي قد المسافة دي؟ يعني المسافة ما بين مطار حربي في الأرض المحتلة إلى اليمن قد أو أكبر أو أقل من المسافة من مطار حربي من القاهرة إلى سد النهضة. الطيران الحربي الإسرائيلي طار مسافة كاملة. أنا ما عنديش معلومات، لكن أنا بسألك، هل في طيران حربي ممكن يقطع كل هذه المسافة رايح جاي بدون ما يتزود بوقود؟ أنا ما عنديش، أنا مش راجل عسكري عشان أحسبها، لكن معلوماتي بتقول إن المسافة دي كبيرة قوي على المعلومات اللي عندي قديمة، وممكن تكون صلاحيتها انتهت. لكن أنا بقولها بس للأمانة، المسافة ما بين تل أبيب وما بين أو ما بين الأرض المحتلة وما بين صنعاء مثلا كم متر يا فندم؟ كم كيلو قصدي؟ المسافة دي صعب تقطعها طيارة عسكرية رايح جاي 2676 كيلو. هل إسرائيل لديها طيران حربي يقطع 4000 ايه؟ 2676 كيلو رايح و2670 كيلو جاي، يعني حوالي فوق 5000 كيلو. هل إسرائيل عندها طيران حربي يقطع المسافة دي رايح جاي كده من غير ما يقف يعني، ولا نزل تزود بالوقود في حتة بس؟ هو ده سؤالي أنا، يرد عليا خبير عسكري يقول لي بقى، بس ما تجيبليش سمير فرج أرجوك، لأن دي مش خبراء عسكريين، دي ناس اكسبيرد من زمان جدا جدا، ما ده ناس ما حربتش بالبندقية موريس حتى. أنا سؤالي، معلوماتي اللي عندي بتقول أنه بالمعلومات دي برضو مش أكيدة، أنه الطيران الحربي لا يستطيع أن يقطع المسافة دي رايح جاي بدون ما يتوقف في مطار حربي ويتزود بالوقود. فهل الطيران الإسرائيلي وهو رايح أو هو جاي في السكة كده خد له تعسيلة، غير مون ودفع وطلع تاني، ولا خدها رايح جاي؟ وأي طيران ده؟ إذا اعتبرنا أنها مثلا الاف 35 الأمريكية أو الاف 16، هل الاف 16 قادرة على الطيران 5000 كيلومتر مرة واحدة؟ معرفش، ما هو رايح 2600 كيلو وراجع 2600 كيلو. معروف أن خزان وقود الطيارات الحربية بيبقى قليل جدا، يعني بيبقى محدود محدود القدرة، ما يقدرش يشيل كمية وقود كافية. فهل معقولة إسرائيل عندها الطيران ده، ولا إحنا اللي عندنا المطارات؟ الإسرائيليين نشوف كده، هو بيبو جاب حاجة كده، معلش أهو القاهرة أثيوبيا كام يا كندم؟ 2000 كام؟ 3000؟ أكتر شوية، أكتر شوية، بس أنت عشان ماشي بطريق بري، لا أنت بتتكلم في السماء، أنت ماشي على الطريق البري لو بقى في عكوسات وفي مطبات رملية ولجان واقفة وزحمة في حتة وموظفين خارجين، لكن في السماء ما فيش الكلام ده، في السماء المسافة أقل من كده بكتير. على أي حال الإسرائيليين ما اكتفوش بالضربة دي وبس، لكن لحقوها بالإهانة لكل العرب، فخرج رئيس الكنيسة الإسرائيلي ينشر صورة الحريق بتاع المينا ويقول هذه رسالة للشرق الأوسط، يعني اللي هيعادينا اللي هيزعلنا هنجرحه. أدي تغريدة رئيس الكنيسة الإسرائيلي، هذه رسالة لكل الشرق الأوسط. ده رئيس الكنيسة الإسرائيلي حضرات بيقول لكم، ها حد ليه شوق في حاجة؟ حد نفسه يقول حاجة؟ وخرج نتنياهو يقول إن يد إسرائيل الطولة ستصل إلى كل مكان، ضربت أهداف على بعد 1800 كيلومتر. وده تطير الطيارة الـ F-16 فعلا، 1800 و1800 يعني كام فندم؟ حوالي أكتر من 3000. كام كيلو دول؟ 1800 و1800 يعني 3400 كيلومتر، 3600 كيلومتر. فعلا الطيارة الـ F-16 تطير زي ما هم بيقولوا عليها 3900 كيلومتر. الطيارات الـ F-16
بتطير تقريبا 3900 كيلومتر مره واحده، ودول خدوا 1800 و1800. ده الخبر اهو عن امكانيه الطائره الاف 16 اللي ضربت الميناء تقريبا. ارتفاعها 6 متر، مسافه بين الجناحين 10 متر، طولها 15 متر، مواصفاتها مقاتلات، يصل مدى تحليقها الى 15 كيلومتر، تستمر في الطيران لمسافه 3900 كيلومتر. يعني طلعت من مطار حربي في اسرائيل، ضربت ويا دوب رجعت، والتانك بتاع الطياره ما يكفيش بعد كده. معقوله؟ خرج وزير الدفاع يقول ان نار الميناء بتاع اليمن الحديده ترى في كل انحاء الشرق الاوسط. خرجت للتوي من مقر سلاح الجو مع رئيس الحكومة ورئيس الأركان وقائد سلاح الجو، وكنا نتابع الهجمة التي قامت بها مقاتلات سلاح الجو في ميناء الحديدة على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل. النيران التي تشب الآن في الحديدة يرونها في كافة أرجاء الشرق الأوسط، وهذا الأمر له دلالات واضحة. الحوثيون هاجمونا أكثر من 200 مرة، وهذه المرة الأولى التي فيها ألحقوا الأذى بمواطن إسرائيلي، فقمنا بضربهم مباشرة، وسنفعل ذلك في كل مكان يكون ذلك مطلوبا. دمو المواطنين الإسرائيليين ليس هدرا، وهذا اليوم يعلمونه في لبنان ويعلمونه في غزة ويعلمونه في اليمن وفي أماكن أخرى. إذا تجرأوا على أن يهاجمونا فالنتيجة ستكون نفسها. معلش نسمع برضو أول الفيديو، نشوف أول الفيديو بتاع وزير الدفاع الإسرائيلي ده. خرجت للتوي من مقر سلاح الجو مع رئيس الحكومة ورئيس الأركان وقائد سلاح الجو، وكنا نتابع الهجمة التي قامت بها مقاتلات سلاح الجو في ميناء الحديدة على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل. 2000 كيلومتر، يعني نتنياهو قال 1800، وزير الدفاع لسه طالع من القاعدة الجوية اللي انطلق منها بيقول ان المسافة ما بين الحديدة وبين المطار ده او القاعدة العسكرية الإسرائيلية الجوية دي 2000 كيلومتر. معنى كده ان الطيارات دي اتزودت في حتة، وده شك من الاول. مستحيل تكون الطيارة قطعت المسافة دي ورجعت خبط لزق كده. الطيارات دي إما أنها وقفت زودت بالوقود في مكان أو طارت من مكان أقرب. إنما اللي قاله رئيس الكنيست بأن النيران بيوصل بنوصل لأي حتة في الشرق الأوسط، هو اللي أكد عليه نتنياهو، وهو اللي أكده وزير الدفاع الإسرائيلي. وكأن إسرائيل بتقول أنا بلطجي المنطقة، أنا بلطجي المنطقة، أو على رأي السفير معصوم مرزوق يا منطقة ما فيكيش راجل. هو اللي كاتب الكلام ده، بيقول بالنص كده يواف جالنت يقول أن النيران التي اشتعلت في الحديدة رآها كل الشرق الأوسط، والمعنى واضح، مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية مثل أي بلطجي يدق صدره ويهدد كل سكان الشرق الأوسط متحديا يا منطقة ما فيكيش راجل. بس الحقيقة المنطقة فيها راجل، وراجل جامد قوي قوي. طلع الأستاذ اللي اتهموه بأنه بيسرق سجاد اللي هو وزير خارجية المصري، وخلى الوزارة تطلع بيان أن سعادته يشعر بالقلق. أدي بيان وزارة الخارجية المصرية: مصر تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اليمنية، وتطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 20 يوليو الجاري عن متابعتها بقلق بالغ للعملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، والتي تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات. وشددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرة مما سبق وأن أشارت إليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الاستقرار. ودعت جمهورية مصر العربية كافة الأطراف لضبط النفس. هنا الصيغة بقت مصر عبارة عن دولة بتاعت جوار، دولة مش طرف في الموضوع، ما يخصهاش خالص، احنا دولة حضارات في المنطقة. وإسرائيل حقيقة ما خافتش من الرد المزلزل ده، فعندنا رد أقوى منه بقى. وزير الدفاع الفريق المحافظ اللي نسي العسكرية أصلا لدرجة أنه حب يرد على التهديدات اللي حصلت في الجبهة الشرقية لمصر، فراح وعنده حول اجتمع بقيادة المنطقة الشمالية وقال لك بص يا باشا احنا واعيين ازاي حضرتك سادة المشكلة في الجبهة الشرقية. وزير الدفاع بتاعنا في نفس يوم المشكلة
راح للمنطقة الشمالية. والله زي بقول لك كده. والنبي خيالك ما يروحش بعيد، أصل المنطقة الشمالية دي المركز القيادة بتاعها في محطة أو منطقة اسمها مصطفى كامل في اسكندرية على البحر يعني. يعني ما تروحش بعيد. خيالك ما يروحش إنه راح السلوم، راح مرسى مطروح، راح راس الحكمة. لأ، ده هو حتى لو المنطقة الشمالية فإحنا بنتكلم في محط مصطفى كامل. لكن كان الرد العربي الأقصى نقلته هيئة البث الإسرائيلية اللي هي التلفزيون الرسمي الدولة، لما قالت إن إحنا نسقنا مع مصر والسعودية قبل الضربة. أدي الخبر، إعلام عبري في عربي 21، جيش الاحتلال نسق مع السعودية ومصر قبل ضرب اليمن. الله، ده أنتوا بتمثلوا بقى. إذن يا حضرات، لو لم تكن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية غالبا الاف 16 تزودت بالوقود في منطقة ما وهي رايحة وجاية، لو ما حصلش ده فاللي حصل انه قبلها المؤكد كما ذكر الإعلام العبري انه إسرائيل نسقت مع السعودية ومع اليمن في الطلعة الجوية دي. نسقنا مع السعودية ومصر قبل ضرب اليمن. خلينا نشوف الفيديو ده كده. התחלנו לראות את זה על המסך, תמונות של מטוסי האוויר הישראלים כשהם נערכים ויוצאים כבר לתקיפה בתימן. כן, ראינו הרבה מאוד סוגים של מטוסים, לפחות על פי הדיווחים שם. אז עכשיו דובר צה"ל באופן רשמי מראה לנו חלק מהמטוסים, מטוסי הקרב שהשתתפו בתקיפה. במקרה הזה מה שאנחנו רואים זה מטוסי קרב מסוג F-15, מטוסי באז שיוצאים לתקיפה באזור תימן. יש דבר אחד מרכזי שצריכים לדבר עליו, וזה שישראל עדכנה מראש את האמריקנים לפני התקיפה. זה קורה שעות לפני שהמתקפה הזאת יצאה לדרך, והעדכון הזה הוא חשוב ונחשב לדרמטי, בעיקר בגלל המרחב קרב בין ישראל לבין תימן, כי יש עוד מדינות שפועלות כאן באזור, בטח כאשר המטוסים הישראלים חולפים בתחום האחריות של פיקוד מרכז האמריקני, פיקוד סנטקום, ולכן היה חשוב לעדכן את האמריקנים, בטח שהמטוסים טסים אמנם מעל הים, אבל מול חופי סעודיה ובאזור חופי מצרים, ולכן העדכון הזה הוא דרמטי. העדכון כלל גם את נתיבי הטיסה של המטוסים הישראלים, וגם כמובן את המטרות. ايوه يا باشا، ما هم شيطروا هيطروا ازاي؟ هيعدوا على الحدود بتاعه اليمن اللي هي جنبنا مصر، فلازم نقول لمصر وال السعودية، لأن السعودية عندها القبة الحديدية، فأي طيارة هتطير عسكرية مش هيتبلغ عنها إسرائيل، السعودية هتنسفها. مصر كمان عندها دفاع جوي عبقري، أي طيارة عسكرية هتحلق في المنطقة مصر هتسقطها. الله، إحنا بنهزر؟ إحنا عندنا دفاع جوي رهيب جدا. إحنا وصلنا لمستوى من البزاءة. أوعى تقول لي القدس عروس عروبتكم، أوعى تقول لي الكلام ده يا بيه. أنا ممكن أقول لك بزاءة لم تحدث في تاريخ العرب. تخيل لما ترامب يطلع يفضح محمد بن سلمان بهذا الشكل، انت مستبعد ليه؟ احب ابن سلمان وهو يحبني، واعطاني 450 مليار دولار مقابل ان تكون السعوديه اول محطه لزيارات الخارجيه. 450 مليار دولار، انا الرقم من بدري مش مصدقه، بس ده رئيس امريكا اللي جاي واللي فات، خاصة أن بايدن انسحب خلاص. بايدن أعلن عن انسحابه، يعني رئيس أمريكا الجاي بيقول رسمي محمد بن سلمان أعطاني 450 مليار دولار عشان يروح يقعد يومين في السعودية أو في الرياض، وتبقى أول زيارة لي وهو رئيس أمريكا إلى الرياض. 450 مليار دولار. اللي مش مصدق حجم الخيانة يقرا التقرير لإكسيوس الأمريكية من كام يوم عن اجتماع سري في البحرين جمع رؤساء أركان حرب أمريكا، إسرائيل، البحرين، الإمارات، السعودية، الأردن ومصر. ليه بقى؟ الاجتماع ده كان اجتماع عسكري للتنسيق في الحرب على غزة. آدي الخبر من إكسيوس خاص الولايات المتحدة أهو، عشان ما حدش يقول لنا جبنا الكلام ده منين، جبناه من الموقع ده. رؤساء أركان الدول الآتية: الولايات المتحدة تعقد اجتماعا مع جنرالات إسرائيليين وعرب وسط حرب غزة. التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع في البحرين مع نظرائه من عدة جيوش عربية لمناقشة التعاون الأمني الإقليمي، حسب ما قال مصدران على دراية مباشرة بالاجتماع لموقع إكسيوس. بالإضافة إلى كوريلا وهيلفي، حضر اجتماع يوم الاثنين في المنامة جنرالات كبار من البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والأردن ومصر. ويقول المسؤولون الأمريكيون أن التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة
سمح لهم بجمع المعلومات الاستخباراتية. ركز، التعاون مع إسرائيل والعرب في المنطقة سمح لهم بجمع معلومات مخابراتية والحصول على إنذار مبكر بشأن الهجوم. وقال المسؤولون أن التعاون يشمل أيضاً المشاركة النشطة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي مرت عبر مجالهم الجوي بعد إطلاقها من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل. ركز على السطر ده، أبوس إيدك السطر ده. أولاً الإخوة رؤساء الأركان ما بيروحوش إسرائيل، لأن أنت عارف اللي هيروح إسرائيل هيبقى خاين، بس يجتمعوا مع الجنرال الإسرائيلي في البحرين، مجرد اجتماع عادي عشان يقولوا لهم أن في ضرب هيحصل عليكم. ركز بقى على السطر ده. ويقول المسؤولون الأمريكيون لموقع إكسيوس أن التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة بين إسرائيل والعرب سمح لهم أو سمح لهم بجمع معلومات استخبارية والحصول على إنذار مبكر. التنسيق يا بيه شغال على مية بيضة، 100 فل و14. أجهزة المخابرات العسكرية العربية قاعدة مع جهاز المخابرات العسكري الإسرائيلي وبيتبادلوا المعلومات ويتبادلوا أيضا الخطط وبيطلعوا عليها بدري. سعادتك بأمارة أن المسيرات اليمنية، بس أنت ما ذكرتوش مصر هنا، لأنه اليمن كانت أطلقت مسيرات وأسقطها السيسي فوق طابة وفوق نويبع لحماية ميناء إيلات اللي هو مرشراش، وضرب شعارات اللي هي بقى إيه مصر لا تمس والحاجات دي. اسمع السيسي بنفسه بيتكلم بيقول إيه. حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الامور عن السيطره، وده امر انا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيره دخلت وتم اسقاطها، اي مكان المكان اللي هي جايه منه. انا حذرت قبل كده من ان اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحه المنطقه، والمنطقه كده هتبقى عباره عن قنبله موقوته تاذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دوله ذات سيادة، وأرجو أن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس. ما غير تباهي أو تماهي أو دواهي، سيادة. سلمنا على السيادة. سيادة هم جارين رئيس الأركان بتاعك البحرين عشان يجتمع مع إسرائيل وأمريكا. التنسيق اللي شغال لدرجة كسر الحصار اللي عملته اليمن في البحر الأحمر عن طريق خط بري شاركت فيه السعودية والإمارات والبحرين والأردن عشان يوصلوا للمواطن الإسرائيلي البضاعة، وده اللي قالته القناة 13 العبرية. ده غير خطوات تانية كتير عملها العرب اللي حولوا الحلم العربي إلى الحلم العبري. تخيل بقى في الجراف ده الحلم العبري 2023-24، العرب وإسرائيل إيد واحدة. أبرز مظاهر الدعم العربي لإسرائيل في الحرب على غزة، المصادر إكسيوس، هيئة البث الإسرائيلي الحرة، يدعو تحرنوت رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، من 23-24
في أكتوبر 23 مصر حذرت إسرائيل على لسان عباس كامل من هجوم وشيك قبل 7 أكتوبر. برضو في أكتوبر الولايات المتحدة تستخدم القواعد العسكرية الأردنية لنقل السلاح إلى إسرائيل. لسه في أكتوبر 23 مصر تسقط صواريخ كانت موجهة لميناء إيلات الإسرائيلي وشظاياها تسقط في طابة ونويبع. في نوفمبر 23 مصر تشارك في الحصار الإسرائيلي على غزة بغلق معبر رفح وإدخال معونات محدودة. في ديسمبر 23 جسر بري بين الإمارات وإسرائيل مروراً بالسعودية والأردن لكسر الحصار على إسرائيل. في ديسمبر برضو 23 الدول العربية تتقاعس عن الانضمام لدعوة دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية. في ديسمبر 23 عباس كامل يستخدم ورقة والدة يحيى السنوار في الضغط على حماس بالمفاوضات. في ديسمبر 23 البحرين تنضم لتحالف أمريكي من 10 دول لمهاجمة الحوثيين في اليمن. وصلنا ل 24. في يناير 24 جسر بحري من البحرين والإمارات عبر السعودية ومصر والأردن إلى إسرائيل. في فبراير 24 جسر بري برضو من بري المرة دي من البضائع والخضروات والفاكهة الطازجة المسلجة من الأردن إلى إسرائيل خلال الحرب. في مارس 24 عبر موانئ مصر السعودية قدمت 151 شحنة وقود لإسرائيل منذ 7 أكتوبر. في مارس 24 السعودية والإمارات والعراق ومصر زودوا إسرائيل بشحنات منتظمة أو شحنات منتظمة من النفط الخام. في إبريل 24 اجتماع سري بين رئيس الأركان المصري ورئيس الأركان الإسرائيلي للتنسيق غزو رفح. في إبريل 24 الأردن والإمارات والسعودية ساعدوا إسرائيل في صد هجوم المسيرات الإيرانية. في يوليو 24 اللي احنا فيه اجتماع في البحرين بين إسرائيل وقادة جيوش عربية للتنسيق للعمليات العسكرية. في يوليو برضو 24 هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن تنسيق مع مصر والسعودية عشان تطلع 20 طيارة من أحدث المقاتلات في التاريخ في العالم ما بين الـ F-16 والـ F-35 والـ F-15 عشان تضرب اليمن. 20 طيارة. أدي الخبر يا حضرات من موقع الجزيرة. استعراض القوة، وقد كان ذلك لافتا من حيث الضخامة أو ضخامة الطائرات المستخدمة في القصف ومن حيث عددها وتنوعها أيضا، حيث سخرت إسرائيل أسطولا جويا كاملا لتنفيذ العملية وشاركت في القصف 20 طيارة من بينها قاذفات من طائرات F-15 وطائرات شبح F-35 وطائرات حراسة من طراز F-16 بالإضافة إلى 4 طائرات للتزويد بالوقود جوا. شفت بقى، قلت لك مستحيل الطائرات دي تكون راحت وجاية كده. رافقتها لمسافة معينة بعض المروحيات. إسرائيل مطلعة تقريبا يعني سلاح جو كامل، 20 طيارة ما بين F-15 و F-35 و4 طيارات تانية عشان تزودهم بالوقود في الجو ومجموعة مروحيات. تخيل الزفة دي كانت رايحة اليمن، زفة ومفيش رد من العالم العربي خالص، والكل مستسلم أو خاين. لكن الرد جاء من حتة واحدة بس، الحوثيين بعد الضربة دي قصفوا أهداف تانية داخل تل أبيب منها أو داخل الأرض المحتلة منها ميناء إيلات. الخبر بيقول أهو، ضربنا أهدافا حيوية في منطقة إيلات بعدة صواريخ باليستية. المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي. في النهاية الحرب بتوسع والنار هتلحق الكل، لكن العرب للأسف واقفين في نفس المكان. وده اللي قاله أستاذ العلوم السياسية الدكتور مأمون فندي، اللي كتب وقال ضرب اليمن الدول القربة في الإقليم اليوم تعيد حساباتها فيما يخص تسارقة الحرب. السعودية، تركيا، إيران، مصر، كلها ستدخل غرف التخطيط الاستراتيجي وغرف رؤساء الأركان لتقييم الوضع. ضرب إسرائيل الحديدة نقطة تحول إقليمي. الخلاصة حضرات، مصر العروبة اللي زمان كانت بتغني أمجاد يا عرب أمجاد من إذاعة صوت العرب من القاهرة، دلوقتي بتغني للخيانة العربية علنا. والسعودية الحقيقة بتعلي عليها، أما الإمارات فمين يقلع أكتر بقى؟ ولا عزاء للحلم العربي. مات صلاح الشرنوبي تقريبا رحمة الله عليه،
مات الأستاذ حلمي بكر يتبقى بس مدحت العدل يرزع لنا بقى حاجة عبري كده حلوة زي الحلم العربي بس يسميها الحلم العبري. اللي بيحصل في عالمنا العربي هو بالظبط اللي قاله الدكتور عبد الله النفيسي. بس قبل ما أقول لك قال إيه أرجعك للخبر اللي قال إنه التنسيق بتاع رؤساء الأركان العرب وإسرائيل كان تبادل معلومات استخبارية. لو أنت فاكر المقال اللي كان هنا من شوية، لو فاكر كده جزء منه اطلع 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 في اكسس، برافو عليك هايل. ويقول المسؤولون الامريكيون ان التعاون مع اسرائيل والدول العربيه في المنطقه سمح لهم بجمع معلومات استخباريه والحصول على انذار مبكر. يعني اجهزه المخابرات الحربيه في العالم العربي قاعده زي الحلاوه مع جهاز المخابرات العسكري الاسرائيلي. وده اللي قاله الدكتور النفيسي، قال انه ما عادش في خط فاصل ما بين الموساد الاسرائيلي واجهزه المخابرات التابعه للانظمه العربيه، ويجب ان نتعامل مع هذه الانظمه بسوء ظن، ولو رايناهم يتعلقون باستار الكعبه الا نصدقهم. هو الدكتور النفيسي اللي قال كده. اسمع، ان ليس هناك خط فاصل بين الموساد الاسرائيلي وبين المخابرات العربيه، ماكو خط فاصل. يقول أصبحت هناك دورات للتدريب، يعني المخابرات العربية ترسل ناس للموساد حتى يدربهم الموساد. هذا جوردن توماس واحد صهيوني. يعني هناك نظام أمني واحد بين هذه الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. تخيل إذا كان النظام الأمني هو واحد، يعني ما بقى إلا سلم الرواتب وشغلات هذه، فهمت كيف؟ فهذا التخادم ينبغي أن يصحينا، إحنا يصحينا تماما لألا نعول على هذه الأنظمة شيء إطلاقا. ويجب أن نتعامل مع هذه الأنظمة بسوء ظن وليس بحسن ظن. وأنا أقول حتى لو وجدنا هؤلاء الرؤساء في مؤتمر القمم يتعلقون بأستار الكعبة ألا نصدقهم. أحسنت والله يا دكتور. الفيديو ده قديم شوية، لكن انت اسمع الفيديو ده وحطه جنب الخبر بتاع موقع اكسيوس ان رؤساء الاركان الحرب العرب من السعودية والاردن ومصر كانوا في اجتماع في المنامة في البحرين مع رئيس الاركان الاسرائيلي بينسقوا المعلومات الاستخبارية. ده اللي قاله الدكتور النفيسي. اجهزة المخابرات العربية ما عادش في خط فاصل بينها وبين جهاز المخابرات الاسرائيلي. حضرات السادة، الكلام اللي قاله مظفر نواب بيحضرني الآن لما قال يعني اعذروني على كلمات القاسية، اعذروني، اغفروا لي حزني وخمري وكلمات القاسية. بعضكم سيقول القصيدة بذيئة، لا بأس، أروني موقفا أكثر بزاءة مما نحن فيه. مفيش بزاءة بعد كده، مفيش أي بزاءة بعد كده. أهو جابها لنا الراجل، أهو ما شاء الله عليك والله. موقع أكسيوس بيقول أن المسؤول الأمريكيين قالوا للموقع أن التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة سمح لهم بجمع معلومات استخبارية والحصول على إنذار مبكر بشأن الهجوم. هنا الدكتور النفيسي بيقول لم يعد هناك خط فاصل ما بين أجهزة الاستخبارات العربية وجهاز الموساد الإسرائيلي، وعلينا أن نسيء الظن بهم لا نحسن الظن حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة. أحسنت يا دكتور. إحنا بيحكمنا الحقيقة إسرائيل، مش بيحكمنا خونة وعملاء خالص. حضرات السادة، إحنا بيحكمنا إسرائيل فعلا. عزيزي السعودي، أنت بيحكمك إسرائيلي. عزيزي البحريني، أنت بيحكمك إسرائيلي. عزيزي المصري، إسرائيل بتحكمك. عزيزي الجزائري المغربي، كله إسرائيل بتحكم المنطقة دي، بدليل أن رئيس الكنيست هدد الشرق الأوسط كله. رئيس الكنيست ونتنياهو ووزير الدفاع طلعوا وقالوا كده بالنص، حد ليه شوق في حاجة؟ يا منطقة ما فيكيش راجل. فإحنا ما بيحكمناش عملاء أو خونة خالص، إحنا بيحكمنا ناس بتشتغل لحساب إسرائيل بس، موظفين عند إسرائيل. علينا أن نسيء الظن بهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة، ولو عملوا عليك أسود
ولو غنوا 100 أغنية باسم الحلم العربي. أنا أناشد الأستاذ مدحت العدل، هو كان كاتب الحلم العربي، اكتب بقى دلوقتي يا أستاذ مدحت الحلم العبري. ما نراه اليوم هو فعلا الحلم العبري. أشوفك بعد الفاصل. النهاردة المصريين كان عندهم معاد على أمنية طال انتظارها، أو تقدر تقول حلم لكل المصريين منتظرينه من سنة. تصدقوا وإحنا في القرن 21 في سنة 2024 بقى وزارة الكهرباء المصرية بتزف المصريين ببيان بأن الكهرباء مش هتقطع تاني من النهاردة لغاية نهاية الصيف. ده الخبر اللي نشرته أو نشره موقع مصر اليوم. الكهرباء تزف بشرى صار للمواطنين، انتهى قطع الكهرباء حتى نهاية الصيف. يا سيدي والله العظيم ده احنا في 2021، ده الناس بحتة تانية خالص. بشرى؟ ناس كتير اعتبروا ان الكهرباء حق مش بشرى تتمنى علينا بيها يعني. يعني بدل ما تزف ليهم بشرى بتخفيض أسعار الكهرباء مثلا عشان الفواتير اللي قسمت وسط الغلابة، أو تقول لهم في بونص وهدايا مثلا يعني. لا ده جاية تقول للشعب افرحوا افرحوا، الكهرباء اللي هي حقكم وبتدفعوا فلوسها من جيوبكم مش هتقطع عليكم تاني. تعالوا نشوف كده الناس ردت عليهم ازاي في الخبر ده. في 2024 وعدم قطع الكهرباء بقت بشرى سارة. بشرى سارة ليه؟ هو كان قضاء وقدر؟ الأخ التاني بيقول يا سادة يجب عدم استفزاز الناس، عدم قطع الكهرباء حق وليس منحة. حد تاني بيقول أبسط وأتفه الحقوق للمواطنين بقت بشرى. بشرى معانا من الفجر ولسه ما روحتش. يعني ايه بشرى سارة ولا وفاء؟ هي الكهرباء ما كانتش موجودة ودخلت جديد مثلا؟ ايه الهبل ده؟ عمر مصر ما انقطع منها الكهرباء إلا زمان. انتوا بتمنوا علينا في حقوقنا وتيجوا تقولوا لنا بشرى؟ بشرى دي ايه؟ دي واحده كنا نعرفها زمان. رمضان قال لهم افرحوا يا مواطنين، بقينا دوله متقدمه والكهرباء مش تقطع شهر ونص. هي عبده قال لك او ابو عبده قال والنبي على اساس ان احنا بناخدها ببلاش مثلا؟ فعلا بشرى ساره شكرا الله، شكر الله سعيكم. ياسمينه قالت بشرى وساره كمان ليه؟ ان شاء الله ده اقل حقوق المواطن يا جدعان، ربنا ياخدكم. محمود قال او محمد قال يا سلام فعلا انجاز، ده اقصى احلامنا ان الكهرباء ما تقطعش. انتوا بتمنوا علينا بخدمه احنا بندفع ثمنها؟ لا ما انت ما تجيبهاش من عند امك يعني. ايه ده؟ ده دخلنا في الام والاب. شيل يا عم شيل 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 شيل. لا ده كمان الكهرباء اعلنت ان خطه تخفيف الاحمال وقفت من الساعه الصبح 7 الصبح امبارح بالليل، 7 بالليل قصدي امبارح، وانهم جاهزين وعندهم احتياطي ضخم في شبكه الكهرباء زي ما قالت جريده المال كده. بدايه من 7 مساء اليوم الكهرباء توقف تخفيف الاحمال على مستوى الجمهوريه. المال مصادر بالكهرباء جاهزون لوقف تخفيف الاحمال ونمتلك 15,000 ميجا وات احتياطي بالشبكه. وطلع طبال السيسي اللي ماسك الطبله ليل نهار سواء في البرنامج بتاعه او على السوشيال يبشر برضه المصريين بالخير اللي جاي. طلع شمبانزي الشاشة يقول لك يكتب يقول وداعا لجدول الأحمال السبت واليوم الأخير غدا الأحد لا تخفيف لأحمال الكهرباء حتى نهاية الصيف في كل أنحاء مصر المحروسة. الحمد لله الدولة تحركت واستوردت شحنات الغاز والمازوت لتشغيل المحطات، هنعدي كل التحديات، الخير قادم بفضل الله. تخيل ان بعد كل ده طلع فنكوش والبشره والفرحه دي ما تمتش وخدها الغراب وطار عشان الكهرباء يا ساده قطعت تاني النهارده مع اول اختبار لوعد الحكومه السيسي بوقف تخفيف الاحمال. وانتشرت التعليقات، مئات التعليقات والتغريدات على السوشيال للمواطنين بيشتكوا فيها ان قطع الكهرباء حصل في اول يوم لوقف تحمل الاحمال زي ما وعدت حكومه السيسي. ادي التغريدات. ده الأخ ده أو الأخت هاجر بتقول النهاردة أول يوم وقف تخفيف أحمال الكهرباء، الحمد لله
فتحنا عينينا على قطع الكهرباء. أهم حاجة الثقة اللي أعلنوا بها الخبر. أدي محمد بيقول مش مفروض على كلام رئيس الوزراء النهاردة نهاية قطع الكهرباء؟ كلمت شركة الكهرباء قالوا أو قالوا لي ما جناش أي تعليمات بحاجة زي كده. لحد دلوقتي السؤال اللي بيحيرني من بداية الأزمة، طب أنتوا بتحوروا ليه؟ أنتوا لو قلتوا هنقطع الكهرباء 20 ساعة في اليوم واللي عندكم عملوه، هل حد هيعترض؟ هل في إمكانية لده أصلا؟ فمالوش لازمة التحوير، أنتوا تأمروا يا باشا. أما الأستاذ سعيد فتح الباب المحامي قال مع تطبيق أول يوم بعدم قطع الكهرباء حسب قرار معالي الوزراء رئيس الوزراء انقطاع الكهرباء بقرار كفر الور بشبين القناطر. أحمد قميحة قال الحمد لله امبارح كان آخر يوم تخفيف الأحمال، كنا بنتحزف في قطع كهرباء ساعة يوميا من 6 لـ7. النهاردة شركة كهرباء كوم حمادة بتمس علينا بـ4 ساعات قطع الكهرباء في عز النار، ولسه انتهت مرحلة تخفيف الأحمال وبدأت مرحلة عاطل يا فندم وبنصلح أو عاطل بنصلح. حد ثاني قال أحب أفكر الحكومة أنها قالت أنها توقف قطع الكهرباء من اليوم، والله والله النور قاطع ما بين 3 أو 4 ساعات في أماكن مرتين من الصبح، وبيضحك احنا بيضحك علينا أقسم بالله. ده جزء من التعليقات. في أول يوم وقف تخفيف الأحمال الكهرباء قطع من 9 الصبح. طبعا النهاردة نهاية فترة تخفيف الأحمال وأول يوم فترة الأعطال الفنية. هو واضح أن صيانة الكهرباء النهاردة كانت شغالة على مستوى البلد كلها بالصدفة، والنور قطع أكتر من 4 ساعات في النهار. إحنا حرفياً والله في أحقر حقبة في تاريخ مصر. أقول كمان ولا كفاية كده؟ تعبت. اللاعب السابق حسام ميدو اشتكى هو كمان من قطع الكهرباء في منطقة المعادي اللي هو ساكن فيها تقريباً، وكتب التغريدة دي. كتب يقول بالنص كده مش قالوا خلاص من أول النهاردة مفيش قطع كهرباء؟ ليه الكهرباء قطع في المعادي كلها؟ في إيه؟ لكن عايز أقول لحضراتكم حاجة، يا ريت تسمعوها كويس قوي، ما تتسرعوش يا جماعة وتحكموا على الحكومة وتكبدوها يعني وتقعدوا تغزوها كده، عشان الحكومة ما كتبتش خالص. لكن الحكومة قالت إيه؟ قالت إن إحنا انقطاع الكهرباء نتيجة أعطال الموجة الحارة وليس تخفيف أحمال. أو يا جماعة الناس صادقة، أنت بس اللي عصبي وخلقك ضيق. الناس صادقة بيه، هو كانت الكهرباء جاية لك بس اللي حصل إن الموجة تجري ورا الموجة حارة جدا، بس ما عادش حد بيصدق الكلام بتاعهم. يعني ما انتوا اصلا لغيتوا قطع الكهرباء مش سبب منطقي. يعني خلينا نشوف كده، نرجع كده نحاول نشوف حاجه تانية. حكايه موجه حاره دي مش مقنعه قوي. ايوه نقول انه لو اتقطعت الكهرباء يبقى بسبب صيانه او عطل، لكن ما تقولش تخفيف احمال، لان الكلمه دي بتضايق المصريين. اسمع المتحدث في وزاره الكهرباء الدكتور ايمن حمزه قال كده. كمان في نفس الوقت يمكن احنا بنتابع الموقف اول باول، يعني لان لو حصل في اي عطل او اي حاجه في اي منطقه من الشبكه يبقى ده مش تخفيف احمال، ممكن يبقى حصل عطل طارئ، ممكن يكون في صيانه او اي حاجه من هذا القبيل. في حته كل حته في مصر في صيانه في مصر في كل حته؟ طب مين موضوع الصيانه والاعطال مين اللي بدعه؟ ايوه مدبولي. افكرك مدبولي ما كذبش. مدبولي قال لك هنوقف تخفيف الأحمال من الحد، وإذا اتقطعت الكهرباء عندك إذا ابقى حضرتك أعرف إن ده عطل فني أو عطل وهيتصلح. اسمع. وبالفعل الحقيقه على مدار الاسبوع انا كنت بتابع يوم بيوم مع الساده الوزراء الموقف على الارض، والحمد لله الشحنات بتوصل في توقيتاتها، وبالتالي يمكن عشان كده يمكن كان القرار اللي احنا خدناه ان هو ان شاء الله اعتبارا من يوم الاحد القادم اللي هو يوم 21 هنوقف خطه تخفيف الاحمال على مستوى الجمهوريه كلها في فتره الصيف، يعني لغايه منتصف سبتمبر ان شاء الله. وده بيأتي مع ان احنا زي ما وعدنا باذن الله على نهايه العام نكون انهينا الازمه بالكامل في مستوى الجمهوريه كلها. ولكن احنا اللي انا بقول لحضراتكم وبوعد بيه المواطن المصري ان احنا هنبقى شغالين على قدم وساق على مدار هذه الفتره، ازاي ان احنا نقلل تماما من بعد شهور الصيف، ازاي ان احنا نقلل كمان من موضوع تخفيف الاحمال لغايه ما نحلها بالكامل. وهنا عايز اوضح حاجه مهمه جدا لينا كلنا،
معنى تخفيف الاحمال ان انتهت فكره الجداول اللي كانت محطوطه، وان معروف ان على مستوى الجمهوريه احنا بنوقف قطع الكهرباء في المنطقه دي ساعتين والمنطقه دي الساعتين اللي بعديهم وهكذا. لكن من الوارد جدا بعيدا بقى عن خطه تخفيف الاحمال ان احيانا، وده شيء طبيعي بعيدا عن هذا الموضوع، ان ممكن تحصل مشكله في منطقه ما نتيجه لظروف معينه، بمعنى ان ممكن درجات الحراره العاليه تؤدي الى ان محول ما في منطقه معينه بيخرج بره الخدمه بسبب هذا الموضوع. ده بيحصل في اي دوله في العالم. فبالتالي ممكن تحصل ان نلاقي كهرباء قطعت في منطقه ساعتين ثلاثه بسبب ان حصلت مشكله فنيه في المحول. يعني دي مشكله فنيه في المحول، يعني العيب في المحول مش فيك انت ولا في القطع ولا في تخفيف احمال، مالكش دعوه. اسمع كلام الراجل قال لك ايه، لو حصلت يبقى في عيب في المحول، مش شغال المحول. فالمحول في المعادي يا كابتن ميدو مش شغال، الاساتذه الناس اللي علقت وقالت قطع بقى له 4 ساعات، دي مشكله محول مش مشكله محط كهرباء ولا مشكله تخفيف احمال. تخيل انه وصل مقطع الكهرباء الى حاجه غريبه جدا. هم متعودين على كده. هو السيسي انت لو قعدت عديت عملت حصر لاكاذيب السيسي، قسما بالله العظيم ما حصلت في التاريخ. واحد بيكذب، هو فين السيسي صحيح؟ انا مش في بقالي مده مش سامع عنه حاجه، ما بيمسكش الحديده. انا قلقان عليه فعلا. يكونش راح الساحل الشمالي في القصر اياده؟ الا اصل احنا في 7 وهو اختفى بقاله كام يوم يا جماعه. اخر خبر ليه كان امتى، عنه كان امتى؟ ما هتعرفش، انا ما اعرفش، بس ممكن بيبو يعرف. الراجل اختفى اختفاء غريب جدا وما عادش حد بيسمع عنه، ولا مؤتمر ولا حديده. يمكن عشان القاهره حر، يمكن هم للاسف بيلعبوا بيك، يقول لك كلام ويلحسوا تاني عادي جدا. اخر خبر من 6 ايام بيعمل ايه بقى؟ يستقبل اللاعبين، ده اخر خبر والله. يقول له اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات. اخر خبر من 6 ايام، 6 ايام يعني من يوم 14 يوليو. حضرتك فين؟ ايه ما تبعت، ولا انت سافرت؟ حتى لو سافرت تعمل زي عبد الوهاب لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت اخر مره تقول مثلا يعني؟ او اعمل زي ليلى مراد، يا مسافر وناسي هواك ريداك والنبي ريداك، يعني اعمل اي حاجه، قول اي حاجه. على كل حال يمكن بالبحث نلاقي له حاجه كانت من يومين. المعزله وصلت في قطع الكهرباء للطيارات. صدق ان طيارات مصر الطيران الكهرباء بتقطع فيها؟ في فيديو منتشر على السوشيال ميديا، الناس قاعده في الطياره عادي وفجاه اتقطع عليها الكهرباء. ايه ده يعمل ايه يعني؟ الطياره دي يا جماعه لو ما فيش تكييف فيها في هذا المكان الضيق اللي شبه القبر، في هذه الزحمه الغريبه جدا، الناس ممكن بجد والله العظيم يعني تفطس. ايه ده يعمل ايه يعني؟ وفي اطفال وفي سيدات وفي ناس كبيره في السن، وانت قاعد في مكان مقفول بكل الارواح دي، يعني نفس رهيب رهيب. شوف مكان مغلق على عدد من البشر، في بقى المريض وفي اللي تعبان، وبعدين وفي الاطفال، وبعدين يقولوا اهدى 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 بس حضرتك، اهدى حضرتك. بص الناس شغاله على الكشافات. بس اللخبطه والارتباك اللي حاصل في اي حدث في مصر مش بس واقف على الكهرباء، لكن كمان في كل الملفات زي صندوق النقد الدولي اللي كل المواقع الاخباريه النهارده نشرت انه استبعد مصر في جد، مش كان اجل اجتماع صرف الشريحة التالتة من القرض، أجلها 10 أيام، استبعدها النهاردة كمان. أدي الخبر أهو للمرة الثانية خلال يوليو، استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد وتأجيل صرف الشريحة التالتة من القرض. الموقع روسيا اليوم، النقد الدولي يؤجل صرف شريحة جديدة من قرض مصر. أعلن الصندوق النقد اليوم تأجيل الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار حتى أجل غير مسمى، اللي هم 800 مليون دولار. لكن بعدها بساعات قليلة فوجئنا بأخبار جديدة من مصادر مصرية في وزارة المالية تنفي تماما أن صندوق النقد استبعد مصر من مناقشته في الاجتماع اللي جاري ده اللي هو هيحصل في 29 يوليو. آدي أهو مصدر حكومي للبورصة، لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد. كلام جميل. إنما في الحقيقة بقى صندوق النقد كان شال مصر فعلا من جدول الاجتماعات،
بس اللي حصل مصيبة وكارثة كشف عنها موقع المنصة، وله علاقة برضو بالكهرباء اللي بتقطع عندك والبنزين بتاعك والجنيه الجبس. اسمع الخبر من موقع المنصة. موقع المنصة اللي بيقول مش محمد ناصر، بيقول الآتي: مصر تظهر على جدول اجتماعات صندوق النقد ومصدر بعد اتصالات مكثفة من الحكومة. ايه بقى اللي حصل؟ قال المصدر الاول من وزارة المالية المطلعة على اتفاق القرض تعليقا على ادراج مصر على جدول اعمال الصندوق ان رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي اجرى اتصالات مكثفة لتحديد موعد المراجعة، وبناء عليه سيتم زيادة أسعار البنود المتفق عليها مع خبراء الصندوق: الكهرباء، السولار، البنزين، وزيادة سعر الصرف الرسمي. الله، يعني الصندوق اتقمص. وأضاف المصدر الأول أنه بناء على الاتفاق بين الحكومة والصندوق من المتوقع أن تتم زيادة أسعار الكهرباء عن شهر أغسطس وزيادة أسعار الوقود خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير للمنتجات. يعني كأن الصندوق عايز يقول لهم ما تقعدوش معايا خالص إلا لما تزود الحاجات دي، الكهرباء، السولار والبنزين والحاجات دي، وأيضا سعر الجنيه. عرفت بقى؟ عرفت يا مؤمن؟ مؤمن ده كان واحد صاحبي. عرفت؟ يعني إيه كده ببساطة؟ إن الصندوق راجل عندي كلمته. في شريحة ثالثة هتيجي لحضرتك ب 820 مليون دولار تقريبا، الله أعلم، بس هي حاجة كده. طيب أنت عايز الشريحة الثالثة؟ حضرتك وأنت جاي كده ارفع أسعار الكهرباء، ارفع أسعار السولار والبنزين، وبالمناسبة أوعى تنسى الجنيه نزله شوية قبل ما تجيني، ده الهوم وورك بتاعك بقى. هتيجي عامل الحاجات دي هقعد معاك وأديك ال 800 مليون دولار. مش هتيجي، مش هتعمل الهوم وورك ده، ما تجينيش ولا تورني وشك. انت ابن مين ياض؟ اسمك مين؟ وهتقوليش بقى ان انا دوله ذات سياده والكلام ده، سالين على السياده بقى. عارف معناها ايه زياده الكهرباء؟ معناها اللي بتدفعه دلوقتي حاجه بسيطه. طب عارف معناها ايه زياده السولار والبنزين؟ معناها زياده كل شيء في الدنيا. زيادة السولار والبنزين دي معناها زيادة كل حاجة في الدنيا. تعريف من أول بقى تعريف التاكسي لحد الخضار اللي حضرتك تشتريه، لحد المية، لحد كل شيء، كل حاجة حرفيا. ده غير البنزين بتاع عربية حضرتك. أما بقى الجنيه فده لازم ينزل سعره عن كده. عارف معناها إيه زيادة إن الجنيه ينزل عن كده؟ يعني تضخم. عارف يعني إيه تضخم؟ يعني معاك ورق كتير فلوس لا تسوي شيء. ببساطة كده معاك 7000 جنيه في جيبك ما لا تسوي شيء. يمكن عشان كده عمرو دياب رفع حفلاته، سارع حفلاته في الساحل الشمالي، بقت كم اللونج التسع أفراد بقى ب 190 ألف جنيه. يمكن لأن الراجل الساحل الشمالي بقى العالمين، والثمن أفراد ولا مش عارف 6 أفراد ب 120 ألف تقريبا أو حاجة زي ألف. أروح أحضر حفلة لعمرو دياب أدفع، أيوة أيوة، 120 ألف جنيه لحجز تذكرة اللوج ده اللي هو لطاولة تناسب 8 أفراد، 60 ألف لحجز تذكرة المنضدة التي تناسب 6 أفراد، 900 جنيه التذكرة اللي بعدها، اللي بعدها بيقولوا لي الحمد لله، بيقولوا لي حاجه غريبه هنا، ليه الصوت في الفيديوهات المعروض سريع؟ عشان بس الملكيه الفكريه والحاجات دي. 600 جنيه تذكره العاديه ريجولر، ممنوع دخول مأكولات، غير مسموح بتبديل او استرجاع التذاكر، غير مسموح. حضرتك رايح العالمين، فلو معاك المدام وحماتك ويعني كده 9 افراد هتدفع 120 ألف جنيه. 120 ألف جنيه وتسهر سهرة كده شاكب راكب 120 ألف. أما إذا كانوا 6 أفراد فهتدفع 60 ألف جنيه. أما إذا رايح زلنطحي كده راجلر يعني فهتقعد ورا خالص ب 600 جنيه.
هتقعد ورا جدا كده، توقف كده على رجلك الساعتين ثلاثة دول، هتدفع 600 جنيه. لازم نروح. يمكن عشان كده، يمكن عشان كده، عشان اللي هيحصل ده، وصندوق النقد عايز مننا يخفض الجنيه ويرفع أسعار البنزين والحاجات دي والكهرباء. يمكن عشان كده نادي بيراميدز رفع سعر التذكرة من 75 جنيه ل200 جنيه للدرجة الثالثة. يمكن قسما بالله العظيم احنا بلد فوضى، والله العظيم بلدنا دي شلح وجري فيها. مفيش حاجة اسمها قانون خالص نهائي، مفيش حاجة اسمها كده. اللي يقدر على حاجة يعملها، والله العظيم بلدنا كده. اسألوا بلدنا كده يا بيه، اللي يقدر على حاجة يعملها. يعني بيراميدز يرفع، عمرو دياب يعمل تذكرته كده، هو حر مش قادر؟ قادر وتعملها، اعملها. نفاد أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في مباراة بيراميدز. الله، عارف نفدت ليه؟ لأنه دخل عصام العرجاني اشتراها. اشتراها بيه بكام يا بيه بقى؟ بكام؟ بكام؟ ب200 جنيه درجة ثالثة. استنى، درجة أولى ب2000 جنيه، مقصورة أهلاوي ب5000 جنيه. أم دخل الحاج عصام العريان ابن إبراهيم العرجاني اشترى تذاكر الدرجة الثالثة ووزعها على جمهور الأهلي ب200 جنيه؟ مش قادر؟ مش في قانون بيديله ويسمح له إن هو طالما هو الهوم، هو الفريق اللي على أرضه الماتش، يعمله عايز يعمله؟ حد يقول له لأ؟ في قانون كده. أيوة. وبعدين عصام العرجاني ما يدفعش ليه؟ ما يشتريش ليه كل تذاكر الدرجة الثالثة ويوزعها على، وبعدين يقول لك مجلس إدارة الأهلي اشترى. أنت هتنسل مجلس إدارة الأهلي يشتري بأي مزاج، بأي حق؟ إنما هي بلد فوضى، بلد اللي قادر على حاجة يعملها. عشان كده مصطفى مدبولي بيكذب عليك. ليك شوق في حاجة؟ إحنا رجالة عليكم بس على إسرائيل لأ، إحنا رجالة عليكم بس على الصندوق لأ. فهمت الفكرة؟ افهم بقى اللي بعده. يا راجل، احنا انت جينا بقى هنا، انا جاي لك دلوقتي في ملعبك. العالم كله كان مقلوب بسبب العطل الفني او التقني اللي تسبب فيه تحديث برمجي من شركة الامن السيبراني العالمية اللي اسمها كراود سترايك. الشركة دي كانت بتعمل تحديث، هوب فجأة الشركة دي ماسكة كل مطارات كتيرة جدا، وعينك يا معلم ما تشوف الا الضلمة. التحديث ده حصل من هنا، والاجهزة اللي شغالة بنظام الويندوز وقعت، وتوقفت شركات الطيران والاتصالات وخدمات شركات مالية كبرى، والبورصات في دول كبيرة في العالم وقفت، ورحلات جوية وقفت، واضطرت هيئات إعلامية كمان قنوات إلى أنها تقطع البث. خلينا نشوف في الجرافيك الجاي ده الشلل التقني ده عمل ايه في العالم. الدنيا باظت يا معلم، لدرجة ان الناس قعدت في المطارات مش لاقي حتة تروحها. حد واحد من المسافرين دول يا عيني ما استحملش، قلبه كاد يتوقف لولا تدخل دكتورة ما شاء الله عليها استطاعت انها تعمل له اسعافات. ازاي المطارات دي كانت واقفة او توقف كلها بسبب الخلل؟ خلينا نشوف بقى المطارات. مطارات ده انا شفت خريطة للطيران في العالم، دنيا كانت سداح مداح يا معلم، سداح مداح. خلينا نشوف الخريطة دي كده، الخلل اللي حصل ضرب مناطق في أكتر من دولة. بص يا معلم، فين مفتاح الخريطة يا ريس؟ اللي عليه إكس ده شركات الطيران في العديد من الدول اللي تأثرت بالخلل. في ألمانيا 3 مطارات، في فرنسا مطار، في أسبانيا مطار، في أمريكا كام مطار بقى؟ عد 2 4 6 7 مطارات. تخيل الانقطاع الناجم عن تحديثات شركة كراود سترايك المزودة لمايكروسوفت ببرنامج أو ببرامج الأمن السبراني يؤثر على العالم بأسره. أستراليا مطار، هونغ كونغ مطار. شوف رحلات دي، عارف مطارات يعني ايه؟ مطارات يعني بقى رحلات. الخلل التقني في مطارات بألمانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا أدى لتوقف أعداد كبيرة جدا من رحلات الطيران. كمان في مؤسسات إعلامية، قنوات اتأثرت في فرنسا بالخلل الفني. الإعلان عن مشاكل تقنية نظام مايكروسوفت بأنظمة شركة فورنتينر للطيران السكاي نيوز لم تتمكن من القيام بالبث الحي المباشر. مايكروسوفت تحملت شركة كراود سترايك المسؤولية واتكلمت عن أكثر من 8 مليون جهاز
لمؤاخذة انضربوا في أماكن حيوية. مايكروسوفت في قناة الحرة: تحديث كلاود سترايك أثر على 8.5 مليون جهاز يعمل. طبعا مش بنتكلم على جهاز سايبرات، مش بنتكلم على سايبر وقع مثلا في كفر أبو جزمة، بتتكلم على 8 مليون دول شركات بقى بورصات وشركات طيران. خلينا نقول بقى ايه بقى الشركات دي بقى. بص يا ريس، صورة من موقع الشركة توضح حجم الشركات والمستشفيات والمؤسسات اللي بتتعامل مع كلاود سترايك. اخ يا انا اولاد، 43 من الولايات الخمسين في الولايات المتحدة اتأثرت، 538 من قائمة فورتشن 1000 200 والاخر يعني من افضل 610 مقدمي رعاية صحية، من افضل كذا شركات سيارات، شركات مصنعة، شركات خدمات مالية، شركات أغذية ومشروبات، شركات تكنولوجيا. لكن الصحة العالمية اتكلمت، قالت انه بدأنا الصحافة، انا الصحافة العالمية قالت انه بدأ التعافي من الموضوع نفسه. الجارديان بتقول بدأ التعافي البطيء من انقطاع التكنولوجيا المعلومات مع تحذير الخبراء من المخاطر المستقبلية. لما تيجي تشوف الدول تلاقي دولة واحدة بس محفوظة، لأنك ربك عايزها محفوظة. أي والله العظيم، هي مصر. أنا عايز أقول لك إن مصر هي أمي، نيلها هو دمي. شوف الملائكة زي ما الرجل الدجال قال، ربنا حارس مصر. ما ليه دولة واحدة نجت من القصة دي؟ معلش، هو مين اللي قال الكلام ده؟ مش أنا، ده إعلام السيسي. اسمع كلام الرئيس من بدري، خلاص الرئيس قال خلصنا وعملنا، مش لسه، لا عملنا وخلصنا، وقال من بدري مستعدين لده. سيادة الرئيس وضح انه ده معناه ايه، تستعد لمستقبل بلد. ما ينفعش تبقى سايب يعني معلوماتك وبياناتك كلها الا وانت في يعني اماكن واماكن مؤمنه تامين كامل بفضل الله. عشان كده امبارح كانت تساؤلات مصر، الحمد لله عشان عملت واستعدت مبكرا، وكمان مش لبكره والبعد والبعد والسنوات القادمه، تعمل ده وتجهز كل شيء، العمل الاستباقي، مش هتنتظر يحصل لا قدر الله اي قرصنه، فتبدا من بدري. اشتغلت اهو وعملت وجهزت والحمد لله، بقت بياناتك النهارده يعني مؤمنه تامين كامل. اي معلش، مين اللي قال الشوتس دي من مصر؟ انا فاكر القعده دي لما قال ايوه في 30/6 هتبقى مصر دوله جديده، 30/6/2020. طلع رجاله السيسي يقول لك احنا قدرنا الازمه بشكل لمؤاخذه مميز. خلينا نشوف كده برلماني حكومه مصريه بيقول ادارت ازمه مصر، الحكومه المصريه ادارت ازمه الخلل التقني العالمي بشكل مميز. اول العظيم، تخيل، خليك بس معايا، طول بالك. كيف تجنبت مصر العطل التقني العالمي؟ الطيار محمود القط عضو مجلس الشيوخ رد يا بيه، رد على الفران دي. مصر لديها جميع الأنظمة التكنولوجية الأوتوماتيكي، أوتوماتيكي أو نصف أوتوماتيكي أو يدوي، وجميع العاملين مدربين عليها بكفاءة. وقت الخلل تم الانتقال للنظام اليدوي، وهو أمر لا يستغرق سوى دقائق معدودة. ناس كثير كانت تنتقدنا بسبب النظام اليدوي، لكن الحقيقة هو اللي نفعنا. لم يحدث أي نوع من المؤاخذة البليلة، ولم تخرج شائعة واحدة، بل وصلنا إلى أن الحاقدين قالوا ليه ما حصلش في مصر. لا والله، حقيقة أن النشاطين كتير كشفوا لما حصل خلل أن مصر ليه لم تتأثر بهذا الوضع العالمي. هو ده فعلا سؤال مهم. الناس قالت، عارف ليه؟ ناس قالت، مش أنا، ماليش دعوة، عشان مصر بتشتغل بنسخ مضروبة من ويندوز. والله ناس قالت كده. عطل فني يصيب أكبر شركة أمن سبراني في العالم وشركة مايكروسوفت، يؤدي لتعطيل حركة الطيران في دول متعددة وتعطيل بنوك وأنظمة مدفوعات وشركات خدمات عالمية والسكة الحديد، لكن مصر لم تتأثر لسببين. إحنا ما عندناش أمن سبراني أصلا عشان يتعطل، نسخ مايكروسوفت مضروبة مش أصلية، ثم إذا حصل عطل ما دام عفاف مش هتاخد بالها أساسا والمحافظة هيصلحه. دكتور عبد الرحمن قال لك رب نسخ ويندوز مضروبة نافعة. تعطلت شركة طيران البنوك والبورصات العالمية إلا نحن بسبب اعتمادنا على نسخ ويندوز مضروبة. أدي نجلاء قالت لك، ودي فايدة يبقى عندك كل نسخ مضروبة، نسخ مايكروسوفت من سايبر أيمن ابن أحلام كراوية.
معلش بس هو حد يقول له احمد موسى وجعرات اللجان يا ترى القياده الحكيمه عملت ايه على التسريبات والاعطال اللي بتحصل في مصر؟ اتفضل يا بيه. تسريب بيانات 2 مليون مريض مصري وعرضها للبيع الحس الصحه تكشف. ده كان امتى يا بيه؟ كانت مصر عملت ايه فيه لما حصل ده؟ طب حد يقول لاحمد موسى انك لما تتفشخر على الحمايه الالكترونيه، بص بمبلغ زي التسريب وبيع بيانات 85 مليون مصري على الانترنت، عطل فني يضرب شبكه فودافون مصر ويعطل خدمات الاتصال والانترنت، تراجع البورصه المصريه وسط بيع مكثف وانقطاع الكهرباء عن مصر المقصه. معلش حد يقول لاحمد موسى انك لما تتفشخر على الحمايه الالكترونيه، قول لنا كده احنا ترتيبنا الكام في الانترنت؟ تعرف ان مصر تراجعت الى 4 مراكز عالميا في سرعه الانترنت الثابت خلال يناير؟ القاهره، موقع القاهره 4 مراكز عالميه، مصر رجعت لورا 4 مراكز، تخيل تخيل. 4 بيانات كام بيه؟ 82 عالميا. لا لتحصد المركز ال 82 بسرعة 62 ميجا بايت في الثانية، واحتلت دولة فلسطين اللي هي أصلا محتلة 83 عالميا في سرعة الإنترنت. أو حد يقول لأحمد موسى على الأقل حافظ على الأرشيف اللي بيتحرق، آخرها حريق في مبنى النيابة العامة في محكمة التجمع، اتحرق الأرشيف الإلكتروني بمبنى النيابة. ده معناه بقى حريق في الأرشيف الإلكتروني بتاع مبنى النيابة معناه إنه قضايا كتير بخ وحقوق راحت. وارجع بقى للنسخة الورق ده إذا كانت لسه موجودة عشان تدخلها تاني على الكمبيوتر. وده اللي خلى ناس تقول إن الأرشيف اتحرق عشان يخلصوا من بيانات رجال أو قضايا معينة. الناس اللي قالت كده مش أنا. دي بلاوي عايزين يمحوها من السجلات. هتلاقي بس في قضية بيحاولوا يطرمخوها. الناس اللي قالت كده مش انا. ثم معلش يعني انا عندي بقى عشان اقفل الخبر ده حاجه واحده بس. ليه بتقولوا احنا الدوله الوحيده؟ احنا الدوله الوحيده اللي نجت من العطل الفني. بالمناسبه هم كام دوله يعني؟ ارجع تاني للخريطه هتلاقي دول ما تاثرتش اصلا بالقصه دي. ارجع للخريطه كده اللي احنا عرضناها هتلاقي هي فرنسا، هولندا، امريكا. بس واستراليا وهونج كونج، مطار في هونج كونج ومطار في استراليا وثلاث مطارات في المانيا وواحد او مطارين في المانيا، واحد في هولندا، واحد في فرنسا، واحد في اسبانيا، وسبع مطارات في امريكا. اي العالم اكتر من كده بكتير. ليه بتقولوا احنا بس؟ السعوديه ما تاثرتش، الامارات ما تاثرتش، البحرين ما تاثرتش، الكويت ما تاثرتش، أحب أفاجئك قطر ما تأثرتش. ليه بتقولوا إحنا الدولة الوحيدة؟ ليه حاسين الشعب المصري ملوش علاقة بالتكنولوجيا والإنترنت وهتعرفوا تضحكوا عليه؟ لا، في دول تانية ما تأثرتش. في دول كتيرة ما تأثرتش في القصة دي. الدول اللي ليها عند الشركة دي شغل هي اللي تأثرت بس. طب والدول التانية زي الحلاوة يا معلم. زي الحلاوة وقعدت تقول خلاص يا معلم بايدن انسحب، خلاص بايدن رسميا انسحب من الانتخابات الرئاسة ورسمي وكلام انهم هيرشحوا الست كاميلا هاريس. وكاميلا هاريس دي الحقيقة انا ما اعرفش تعمل ايه، يمكن بتعرف تعمل مسقعة، يمكن بتعرف تعمل بلوفر صوف حلو للشتاء اللي جاي، يمكن. لكن هي بتقول ايه هنا؟ هتقليني كده الله يخليك، بتقول ايه؟ انا مش شايفها. أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكاميلا هاريس لتكون مرشحة حزب. إيه يا كاميلا؟ إيه؟ اتأخرت قوي. لكن بايدن شايل على قلبه قد كده من الست نانسي بيلوسي اللي كانت رئيسة مجلس النواب، قال كده بالنص هي السبب، ست السو الحقودة دي. إنما طلع ترامب قال على فكرة هزيمة كاميلا هاريس كده أسهل، ستكون اسهل منها. يا عم انت مبروك عليك يا عم. يا عم انت المثل ينطبق عليك، الزمن لما يهاتي خد الاعمى ساعاتي.
انت ماشي معاك يا معلم، انت ماشي معاك حلاوة. انما ما تقولش مصر بس هي اللي نجت من القصة دي، هناك دول كتير نجت. الله يخليكم، كلموا المصريين ان معهم موبايلات يخشوا نت ويشوفوا ويعرفوا، بلاش تكلموا عن احنا سنة 60. اللي بعده، الله الله عليك يا مصر، الله عليك. انا شفت واحد زمان او من مدة يعني بيبيع مش عارف كلب على انه خروف، ملبس الكلب لبس خروف وبيبيعه. وشفنا الفيلم الرائع للاستاذ الجميل احمد مظهر رحمه الله عليه، والاستاذ اسماعيل ياسين رحمه الله عليه، والاستاذه صباح رحمه الله عليها. انا مش غير المشاهدين بس اللي عايشين يعني من الفيلم ده بتاع العتبة الخضراء، لما نصب احمد مظهر على اسماعيل ياسين عشان يبيع له ميدان العتبة الخضراء بهيئة البريد وبالمصافي وبمحلات احمد حلاوة. تخيل ده حصل. بس في الفيلم بقى استطاعت النيابة الهمامة والبوليس المصري الشاطر انه يوقع احمد مظهر. عندنا النصبة كملت. انا عايز اقول لك انه يعني كعادة اي فريق كرة قدم في العالم، انه بعد انتهاء الموسم الرياضي وانتهاء مباريات المسابقات المحلية او القارية، انه اي فريق محترم كبير يعني بيعمل معسكر اعداد للموسم الجديد. وعادة بيكون المعسكر ده اما في بلد اوروبي او في بلد خارجي او داخلي. الاهلي والزمالك بيعملوا كده، والناس الاهلي والزمالك بيعملوا في المانيا وسويسرا. متهيألي نادي كازما الكويتي اللي انشئ سنة 1964 واللي تسمى على اسم كازما على منطقة في الصحراء العربية، وده نادي كبير جدا في السعودية ولو قصدي في الكويت، ولو اسماء كتيرة جدا في الكويت من اللعيبة الكبيرة يعني. النادي ده السنة دي لما خلص الموسم تقريبا قرر يعمل معسكر بتاعه، فاختار دولة مصر، واختار تحديدا مدينة اسكندرية عشان يعلن، واعلن عن كده في منصة اكس انه هو يعني. خلينا نشوف كده التغريدة. بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي كازما تغادر الى اسكندرية لخوض معسكر الاعداد الجديد. انا عايز اقول لك ان نادي كازما ده تقريبا تقريبا اهو نادي كازما الكويتي اهو اهو يا عم، تقريبا كان الرابع في الموسم اللي فات في الجدول يعني، تقريبا تقريبا. ممكن بيبو دلوقتي يصلح لي او حد كويتي يصلح لي. يعني نادي مهم يعني في المربع الذهبي بتاع الدوري الكويتي، يعني مش نادي ام لطفي، لا مش نادي كده معدي، ده نادي كبير في الكويت، والكويت دوله كبيره دوله عظيمه يعني. الفرق الرياضية قبل ما تروح أي مكان تعمل فيه معسكر بتتعاقد مش مع عبد البقال الله يرحمه، لا بتتعاقد مع شركة تسويق رياضي. الشركة دي مهمتها تبقى تمسك الفريق ده من الطيارة للطيارة، يعني من أول ما يركب من الكويت أو من أي دولة الفريق بالإداريين بكله، مرورا بقى بالنزول في مطار الدولة اللي هم رايحينها، الأوتيلات، ملاعب التدريب، البرنامج الترفيهي، وبعدين خلصنا نرجعهم تاني على المطار. ده بقى البرنامج. طيب من ضمن البرنامج بقى انك في الدولة اللي رايح تعمل فيها معسكر تجيب لهم فريق تتعاقد معاه يلعبوا عشان يبقى الناس بتلعب حد. وده اللي حصل مع كازما الكويتي، اتعاقدوا مع شركة اسمها ستار ميكر فوتبول. طيب شركة ستار ميكر دي اخذت لعيبة واداريين والطاقم الطبي والإداري لفريق كازما، خدته كده من مطار القاهرة أو من مطار برج العرب إلى الأوتيل، الملاعب، الأكل، الشرب، السراير، كل حاجة. وراحت جابت لهم إيه بقى؟ جابت لهم فريق يلعبهم. فريق ده كان مش مهم يكون فريق قوي، مش مهم، إنما فريق جاهز يقدر نلعب معاه يعني، فريق منظم، فريق مش ضروري كل اسم ولكن منظم. فجابوا لهم فريق تليفونات بني سويف.
الحقيقه انه كاظم الكويتي ما كانش عنده مانع، لان في الاخر ده معسكر تدريب يعني، مش حاجه مهمه يعني، مش ماتش مهم. فكاظم الكويتي لاعب تليفونات بني سويف فاز عليه 7-1. 7 كام يا بيه؟ 7-1. يعني فريق تليفونات بني سويف اتحرك من ملعبه في مدينه بني سويف باوتوبيسات الى الاسكندريه، ونزل في اوتيلات، وراح لاعب فريق كاظم واتغلب 7-1. فريق تليفونات بني سويف ما جاش ببلاش، ده خد فلوس، لانه في الاخر انت بتعمل مهمه فيها بيزنس حلو. كتب فريق كاظم الكويتي يطمئن جمهوره في الكويت الشقيق بانه فاز على تليفونات بني سويف 7-1، وراحوا كاتبين اللي على اكس كده. لا لا لا، مش ده. انت نايم والمصحف نايم. كاظم اللي كتب الاول 7-1، فوزنا 7-1 على تليفونات بني سويف. واحد من المسؤولين بتوع تليفونات بني سويف طلع قال ايه ده ايه ده ايه ده، احنا اصلا ما لعبناش ولا سافرنا ولا اي حاجه من ده كله. فطلع النادي كتب البيان اللي الاخ نزله لكم دلوقتي ده اهو. يعلن نادي تليفونات بني سويف ان الاخبار التي تداولت عن اقامه مباراه وديه مع نادي كاظم الكويتي غير صحيحه، حيث ان النادي حتى تاريخه لم يبدا اصلا فتره الاعداد، ولم يلعب اي مباراه وديه في الفتره الحاليه، والنادي سوف يقوم باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضد اي شخص يقوم باستغلال اسم النادي، وان اي اخبار تخص النادي سيتم نشرها على هذه الصفحه تاكيدا على الشفافيه والمصداقيه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كاظم اتنصب عليه؟ اتنصب عليه. ازاي كاظم الكويتي اتنصب عليه في مصر؟ مش بس كده، ده المشرف على الكره في فريق تليفونات بني سويف اسمه احمد سعد طلع مع الاعلامي ابراهيم عبد الجواد قال اننا لسه فتره راحه وما عملناش اي فتره تدريب، ولكن سوف نتخذ الاجراءات القانونيه. اسمع كده. يعني هو بدايه احنا زي اي نادي في القسم الثاني باء، احنا في مجموعه الصعيد تليفونات بني سويف. اعتقد كل الانديه تقريبا دلوقتي بالبلدي كده مريحه في البيت، محدش بدا فتره اعداد يمكن غير بعض الانديه مثلا على استحياء في دوري المحترفين او في القسم الثاني. فحتى هذه اللحظه لم نبدا فتره اعداد، ولم نعلن عن تشكيل جهاز، وما نزلناش اي تمرين ولا في اي حاجه خالص. احنا بالبلدي كده يعني مريحين خالص لغايه لما نبدا، لان مستنيين قرارات اتحاد الكوره، شكل المجموعه ايه، الاقسام ايه، مجموعه ولا مجموعتين، الحركه الحاله اللي طبعا كل الانديه مترقبها حتى هذه اللحظه يعني. تمام. ففوجئنا ان احنا لعبنا كاظم الكويتي امبارح، طبعا مع احترام النادي كاظم الكويتي، طبعا هو مشرف منور مصر طبعا، ان هو في معسكر في اسكندريه، وان احنا لعبنا كاظم الكويتي كتليفونات بني سويف واتغلبنا 7-1. فطبعا الخبر بالنسبه لنا كان نزل على صفحه النادي بتاع كاظم الكويتي وبلوجو النادي باحد الاشخاص بيستلم درع نادي كاظم كاهداء من النادي لنادي تليفونات بني سويف، وكانه ممثل لنادي تليفونات. فطبعا الموضوع لاقى استياء طبعا من مجلس اداره النادي ونزل على المواقع. فطبعا احنا كتليفونات بني سويف اتحركنا بسرعه كمجلس اداره بقياده المستشار صلاح حرائي رئيس مجلس الاداره، لان احنا في الاول وفي الاخر برضه كتليفونات بني سويف اسم كبير وصغير وبنمثل مؤسسه طبعا وشركه كبيره زي مصريات صلاح. فنزلنا بيان رسمي بان احنا اصلا ما بدأناش فتره اعداد، ومفيش اي مكاتبات رسميه او شفويه بيننا وبين نادي كاظم، واللي لعب الماتش ده ليس نادي تليفونات بني سويف. الا يعني الصوره دي بتاعت الدرع دي مش تليفونات بني سويف اللي هو عرضها الاستاذ ابراهيم عبد الجواد اللي هي هتيجي بعد شويه شويه بعد شويه، مش تليفونات بني سويف ودرع وبتاع، وراحوا عملوا درع في عابدين اهي. تخيل مين دول؟ مين دول اللي استلموا درع وسلموا درع؟ ما هو يعني معناها ان فريق كاظم الكويتي عمل درع، جايب درع معاه عشان لما يلعب مع فريق يهدي الدرع بمناسبه هذه الذكرى العطره. ومعناها ان فريق تليفونات بني سويف برضه يتبادل الدروع، ونتبادل الاعلام، ونتبادل القبولات. مين ده بقى؟ مين؟ طب الراجل اللي ماسك الدرع ده قد يكون والعلم عند الله مسؤول كاظم الكويتي مثلا، يعني هو يمشي الاثنين، يمشي مصري وكويتي، كلنا في الهم عرب وفي الملامح. طب مين بقى التاني؟ جم منين؟ نادي كاظم الكويتي فوجئ بالبيان ده وحس انه اتنصب عليه من الشركه المنظمه المعسكر بتاعته. ادي الصور اهي، اهو بص بيلعبوا اهو، ادي فريقين ولا لا؟
صور من فوز كاظم على تليفونات بني سويف 7-1 في الودية الأولى للسفير بمعسكر الأسكندرية. بص ماتش شغال أهو، حاكم وجبنا حاكم وراح حاكم ورجع حاكم، شيء عجيب جدا بجد والله. قال لا ليه عملتوا كده ازاي؟ نادي كاظم فوجئ بالبيان بتاع الكلام بتاع الأستاذ أحمد سعد تمساح، هو اسمه كده الراجل يعني، وحاس انه اتنصب عليه من الشركة المنظمة. يعمل ايه بقى؟ راح مطلع بيان نادي كاظم الكويتي الرياضي: الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس 18/7 أمام نادي تليفونات بني سويف وانتهت بنتيجة 7-1 لصالح كاظم، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم، وعليه يود النادي بيان الآتي: تقع مسؤولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة التفاصيل وبما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ، ده مش لعب ماتش واحد، ده لعب يوم 18 ويوم 22 ويوم 26 ويوم 30 يوليو، لعب 4 ماتشات. تقع هذه على مسؤولية الشركة المنظمة المعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة. لن تقام أي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤول الناديين المتبارين. تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسؤولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من آثار تجاه الناديين تليفونات بني سويف ونادي كاظم. تقوم الشركة بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل والإعلام، بعد نشر هذا البيان تعلن عن تحملها المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ وتتقدم باعتذار رسمي للناديين وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر. حضرت السادة يا أخوان نوقفنا شوي، الجملة الأخيرة دي معناها أن نادي كاظم الكويتي لازال في مصر وأنه قدامه كمان كم ماتش وأنه لسه عقده مع الشركة شغال. هو بيقول هو بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر. ده الشركة، ده نادي كاظم الكويتي، ودي الشركة اللي نصبت على نادي كاظم وجابت له في سنة 1981. كتب الأستاذ فاروق صبري سيناريو لطيف جدا لفيلم أخرجه الأستاذ أحمد فؤاد أبو الفنانة هالة فؤاد. الفيلم كان اسمه 2-4-2، كان بطولة أمين الهنيدي ويونس شلبي وسمير غانم ووحيد سيف وناس تانية كتير يعني، وأحمد عدوية ونجاح الموجي. كان الفيلم بيحكي عن راجل مالك لنادي والراجل بيموت وبيسيب النادي لابنه، وكان النصاب ايوه اهو فاروق صبري عليك احمد فؤاد. وكان بقى الراجل بقى ابنه راح جاب نصب عليه واحد اللي هو سمير غانم كابتن حلواني، كان اسمه كابتن حلواني، نصب على يونس شلبي ابن رئيس النادي واللي بقى صاحب النادي، وجاب له بقى مكوجي ومش عارف مين وعملهم فريق. يبدو ان قصه الاستاذ فاروق صبري رحمه الله عليه والاستاذ احمد فؤاد رحمه الله عليه يبدو انها اتحققت مع نادي كاظم. تخيل راح جاب له اي ناس اهو الخبر اهو، ادي سكاي نيوز: كاظم وتليفونات بني سويف قصه خداع النادي الكويتي في مصر. مين دول؟ مين الاداريين اللي لابسين ازرق دول؟ اي ناس يا بيه. تسببت مباراه وادي وديه اعلن عن نادي كاظم انه خاضها في مصر امام تليفونات الى اخره، يعني القصه اللي احنا حكيناها. لكن المفاجأة أن نادي تليفونات بني سويف نفى عبر صفحته على موقع فيسبوك خوض أي مباراة ودية مؤكدا عدم صحة الأخبار التي تحدثت. بقت فضيحتنا بجلاجل كده، انتشرت الفضيحة. نادي بني سويف طلع يحذر في بيان على صفحته من التعامل مع مدير شركة التسويق اسمه سيد رياض، وأنه هيتخذ ضده الإجراءات القانونية. ده بيان نادي بني سويف يحزم التعامل مع وكيل، اللي هو مين سيد رياض بقى؟ اللي عامل عليه، ما عملش عليه سهم احمر مقلوب، ده عمل عليه السهم كامل اهو، هو ده بس الذي انتحل صفه ممثل نادي تليفونات بني سويف يا ابن اللذينة، وقام باجراء مباراه وديه امام نادي كاظم الكويتي. الراجل ده عمل نفسه انه مسؤول نادي تليفونات بني سويف،
ويحذر النادي اي شخص في اي شركه تعمل مع غيره ان تنتحل صفته. هو ده بقى سيد رياض، وقف وسط الجماعه الكويتيين وجاب لهم بقى نجاح الموجي واحمد عدويه وعمل فريق. بعد انتشار الفضيحه في الوسط الرياضي طلع سيد رياض يكذب كل الكلام ده ويقول انه بيلعب الماتشات الوديه باسم شركته اللي هي شركه الرياض لتسويق الرياضي، وانه ما ذكرش تليفونات بن شريف خالص، والنعمه ما حصل، وان الوسيط اللي هي شركه ستار ميكر بلغته انه رايح يلاعب فريق القادسيه الكويتي مش كاظمه كمان. اسمع ويوم ال والقادسيه كمان بيعسكر موجود كمان، والوسيط هو اللي بيقوم بالدور ده يعني تمام. قمنا اليوم دوت سافرنا اسكندريه طبعا، وحضرنا الفريق وجهزنا الاولاد وسافرنا وعملنا حجز للباص السياحي يوصل الاولاد، وكنت منسق مع قريه الاولاد تنزل تعمل الغداء فيها. واخد بال حضرتك؟ ووصلنا، وبعد ما وصلنا حاجات كثيره بدات تتغير يعني. بعد ما انا وصلت الاولاد خلصت الغداء، وانا معايا يعني حاجه كده برده مستند كبير جدا ومهم هتشوف حضرتك دلوقتي. بيقول ايه؟ بص حضرتك، ده مين الشركه الوسيطه اسمها ايه؟ اللي هي طلعت بيان الاعتذار امبارح. ستار ميكر. اتفضل حضرتك بص كده. بص حضرتك اتفضل. وصولات بالظبط كده. وصولات ب 5000 جنيه انك استلمت كشركه نظير باص. الشركه استلمت مننا نظير الباص لاداء مباراه وديه في محافظه الاسكندريه لمواجهه احد الفرق الكويتيه. بالظبط كده. دي شركه السياحه، ده احنا كده اللي مسددها من جيب الشخصي. ودي القريه اللي الاولاد نزلوا اتغدوا فيها. تمام. خد بال حضرتك. طيب الفلوس دي المفروض مين يديها لك؟ انا ما خدتهاش من حد، ما اتفقتش مع حد ليها، وما فيش ماتش قبل كده انا عملته باتفاق ان انا اخد فلوس. انت بتدفعها بنفسك. بدفعها بنفسي. وخد بال حضرتك من الصندوق بتاع تسويق العيد. طيب اللي كلمك قالك انت هتلعب مع القادسيه. ونزلت على صفحه شركتي وصفحتي الشخصيه قبلها بيومين ان انا هلعب مع القادسيه. مين دول؟ انت بتقول اتفقت معانا شركه ستار ميكر وقالت لنا هنلعب القادسيه الكويتي اللي هو رقم واحد تقريبا في الكويت. انتوا مين بقى؟ يعني انتوا مين؟ قال لك شركة تسويق رياضي. بقول لك مصر فوضى. مصر فوضى فوضى. مين انتوا؟ طب اللعيبة اللي انت جبتها تلعب دي مين هم؟ الكويت الكويتي اهو البطل. العربي، القادسية، النصر، السلمية، الفحيح، الكازما، كازما سبعة بس ده الموسم ده بس 24-23. لكن كازما نادي كبير يعني. يعني دول بص هم دول اهو. مين انتوا بقى؟ انا مع استاذ سيد، كابتن سيد انا معاك، انت اتنصب عليك برضو شركه ستار ميكر دي ولا ستار ميكر فوتبول نصبت عليك. اصبر انا معاك، بس انتوا مين بقى؟ مين اللعيبه اللي راحت لعبت دي؟ هل مقيده في الاتحاد، في الاتحاد الكوره؟ لا انت، ولا انت عملت زي الاستاذ فاروق صبري كده واحمد فؤاد وجمعت لهم اي لعيبه؟ انت حضرتك مين؟ سيد رياض رفض انه يذكر مين هو الشخص اللي اتفق معاه او مين هو صاحب شركه ستار ميكر فوتبول. لما ابراهيم فايق حب يعرف منه مين المسؤول عن الفضيحه اللي حصلت، اسمع بقى، اسمع، مد ايدك معانا شويه. الله يخليك. فهمني يا كابتن سيد. احنا وصلنا. يا كابتن سيد. يا كابتن سيد. اتفضل يا اخي. بالله عليك يا اخي تعبتني يا اخي، ده الموضوع سهل جدا والله العظيم. انا بسالك سؤال، بقول لك مين اللي كلمك من ناحيه مين الوسيط اللي في النص عشان ابقى فاهمين؟ دي فضيحه واتحاد الكوره منزل واحنا مفضوحين في الدنيا. ما قول لي بقى مين اللي كلمك في النص قال لك تعالى هات الفرقه ديت وبعدها سمعت تليفونات بني سويف؟ ما الموضوع سهل اهو. هو حضرتك سمعت تليفونات بني سويف؟ ده انا ما اعرفوش. الوسيط اللي اتكلم معاك مين يا كابتن سيد؟ انا الكلام ده انا عرفته زيك زي كل الناس ثاني يوم الصبح. نهار ابيض. لما لقيت اداره تليفونات بني سويف بتبعت لي. كابتن سيد انت راجل برنس، حط نفسك على جنب. انا بسالك سؤال، هو انت كلمت اللاعب الخفي ولا كلمت شخص او منظومه قالت لك تعالى العب الماتش؟ انا عايز اعرف مين بقى ده. لا انا شخص يعني دوت مين يعني؟ مين الوسيط؟ مين الشخص؟ مين الشركه اللي كلمتك قالت لك تعالى العب الماتش؟ اكيد الشركه المنظمه اليوم اكيد لك قالت لك اسمه. يعني انا اصلا ما اعرفهمش وما تواصلتش مع حد، وما فيش الكلام اللي هم بيقولوه ان انا فقد مبالغ ماليه منهم، الكلام ده كله غلط وكله مالوش اساس من الصحه. شكرا يا كابتن سيد، بشكرك شكرا جزيلا. انا اديتك كل الوقت اللي في الكون في العالم عشان تقول انت ما بتقولش اي حاجه. كابتن سيد رياض قال اللي انا ولا انت ولا اي حد فاهم، ولا جمعت فرقه، مين اللي كلمك في النص؟ ما في مين اللي عمل جامد؟ ما فيش مين اللي في لا ما فيش. انا جمعت الفرقه ورحت العب بيها وكنت رايح العب القادسيه، مش هنوصل لحاجه يعني، احنا جايبين ما بنوصلش حاجه يا كابتن احمد. يعني انت متخيل فريق الكازما الكويتي فريق كبير، بقول لحضرتك فريق كبير وناس ضيوف على البلد، يروح يجمع لهم اي لعيبه والاخبار بتقول انه قال لهم دي تليفونات بني سويف. انا مين اللي قال لهم كده؟ ستار ميكر فوتبول. طيب سيد رياض ما قالش مين اللي قال له كده، وقال لك انا دفعت من جيبي اتوبيسات الباصات اللي راحت اسكندريه. بس انا يا كابتن سيد عايز اعرف مين اللي انت جمعتهم؟ برضو نجاح الموجي واحمد عدويه والناس دي برضو، ولا انت جمعت مين؟ يعني هو اي حد او انا اجمع اي لعيبه كده، مع احترامي للعيبه اللي راحت تلعب ما عنديش مشاكل، بس يا جماعه مش في دوله؟ مش في قانون؟ مش في لوائح؟
ولا هو اي حاجه كده؟ طيب سيبك من سيد رياض، نروح لشركه ستار ميكر اللي نظمت المعسكر الفريق الكويتي في مصر. حبت تلم الموضوع، بعتت لنادي كاظم اعتذار والله، وقالت له تتقدم ستار ميكر فوتبول بالاعتذار الرسمي لمجلس اداره نادي كاظم الكويتي وجميع محبيه عن الخطأ، خطأ خطأ غير المتعمد بشأن المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس، حيث أن الشركة اتفقت مسبقا لإقامة عدة مباريات، وكان من بينها مباراة بين نادي كاظم ونادي تليفونات بن سويف، وتم تحديدها مسبقا مع أحد الأشخاص الذي ادعى أنه يمثل نادي تليفونات بن سويف. لكن للأسف الشديد الشركة تعرضت لخداع من ممثل نادي تليفونات بن سويف الذي اتضح فيما بعد أنه لا تربطه أي صلة بالنادي، كما ادعى كذبا أن الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات بن سويف. والشركة تنفي علاقة نادي كاظم بما حدث وكذلك نادي تليفونات بن سويف، وبناء عليه فإن الشركة تتعهد بعدم تكرار الواقعة وتقدم. بعد الفضيحة والبيانات اللي طلعت سواء من نادي كاظم أو من نادي تليفونات بن سويف أو من الشركة أو من الإعلام اللي اتكلم عن الموضوع ده، لسه اتحاد الكرة يا دوب بيفكر يطلع بيان عن الواقعة يقول إنه هيحقق في الأمر بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وراح مطلع البيان ده. آدي إيجيبشن فوتبول تتابع الاتحاد، يتابع يعني إيه تتابع الاتحاد؟ تابع سوري تابع الاتحاد المصري عن كسب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظم الكويتي ونادي تليفونات بن سويف في إطار معسكرة إلى آخره، والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة. وفي ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظم الكويتي حال الأمر، يوضح الاتحاد المصري أنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. هذا ويهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكرة القدم. هنا رواد السوشيال ميديا استنكروا اللي حصل وقالوا ان اللي حصل ده نصب وتشويه لسمعة الكرة في مصر، زي ما هنشوف في التغريدة. بص كابتن حلواني ده عبقري 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 سمير غانم، هو ده اللي حصل يعني او تقريبا يعني. على اي حال الناس في التغريدات كتبت الإخوة في نادي كاظم الكويتي حافظكم الله، بعد مقلب مباراة ناديكم مع نادي تليفونات بن سويف يرجى الحذر، فهناك مخطط لبيع اللاعب امبابي المصري إلى ناديكم على أنه امبابي الفرنسي. بدأنا بقى القلش والهزار حتى على رجل قطر يهو. كاظم في معسكر مصر، في متعاقد مصري كلم إدارة كاظم يلعبون مباراة ودية مع نادي مصري اسمه تليفونات بن سويف، فاز كاظم 7-1 خلص الموضوع. لا، طلع متعهد نصاب واللاعبين الحارس بواب المدافعين يعني سيرفيس فنادق الارتكاز سواء تيك توك الباكات سايس حنطور الهجوم حمو بيك. بدأنا نبقى فضيحة، هم يبكي وهم يضحك والله. وصلت للدرجات دي نادي كاظم الكويتي بيعمل معسكر في اسكندرية وانضحك عليهم ولعبوا تليفونات بن السيف وغلبوهم 7-1. قام تليفونات بن السيف رد عليهم وقال لهم ما حصلش، وما كانوا بيلعبوا مين ومين نصب عليهم. الحقيقة أنا مش مستعجب من اللي حصل، لأنه الحقيقة في مرحلة السيسي، فقه مرحلة السيسي هي النصب، والسيسي جايب شوية نصابين مسكين البلد، يبقى ما تستغربش لما تلاقي النصاب في كل مجال. لكن أنا رأيي في القصة دي أنه مسؤولين نادي كاظم أخطأوا أيضا، لأنه أنت تدخل البيوت من أبوابها، أنت رايح تلعب في مصر كلم اتحاد الكورة. أيضا مصر الحقيقة برضو الدنيا فيها زلنت حقيقة، أي ناس تعمل أي شركة وأي واحد ينصب عليه حد، كانت النصبة بالنصيب للأسف يعني، للأسف نادي كاظم الكويتي. أنا شخصيا بعتذر لنادي كاظم ولكل الكويتيين، مش هي دي مصر والله. بس عايز أقول نادي كاظم أنتوا جيتوا في أسوأ فترة، فترة ما فيهاش غير الرعاع وأكلت الكلأ بس، لكن مش دي مصر والله فعلا صدقوني، والله أنا متضايق يعني، مش دي مصر، إنما هي فترة من أوسخ فترات مصر. عايز تعرف كمان؟ استناني بعد الفاصل عشان أكلمك على محمد سلام.
محمد سلام. مرة تانية بيعود محمد سلام الحقيقة إلى الواجهة لواجهة ترند بعد ما عمل إعلان لشركة اسمها باندا للجبنة. من بعدها والناس كلها عمالة تقول هنشتري الجبنة دي، إيه المشكلة ويا ترى ليه؟ إيه إعلان الجبنة؟ خلونا الأول نشوف الإعلان اللي قلب مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان عن منتج جبنة مصري اسمه باندا. شوفوا كده مع بعض. أول مرة نعرض دعاية أو إعلان لمنتج. حقيقة إحنا مضطرين نعمل كده لأن ده اللي عمل مشكلة، إحنا مش بنعمل دعاية أو إعلان لجبنة باندا. لكن ده اللي خلانا نتكلم عن الإعلان ده النهاردة ونعرضه كده هو التفاعل الكبير قوي على السوشيال ميديا. الإعلان ده بتاع محمد سلام لشركة باندا، وده بقى هاشتاج أنا مصري جبنتي باندا أو كلنا محمد سلام. الهاشتاجين دول كانوا الأعلى ضمن منصة التواصل الاجتماعي زي إكس. ده ادعموا مصر، ادعموا محمد سلام قصدي، أنا مصري جبنتي باندا يا حبيبي، أنا فيجيتيريان حبتين وعندي ارتجاع حمض المريء، لكن لأجلك هشتري باندا، مش هاكلها لا، أنا بحبك بس معدتي يا معلم، هوزعها لله كل يوم عشان نعرف أو نعرف رعاة الغنم إن ولادنا غاليين قوي، مدام غلوا نفسهم يبقوا غاليين علينا كمصريين. التضامن مع محمد سلام عشان حجم التضحية اللي عملها محمد سلام وخسرته الشغل كتير قوي بسبب دعمه لفلسطين، زي ما كتب صاحب التغريدة دي كلنا محمد سلام، قال من حقه علينا، محمد سلام من حقه علينا إننا نقف جنبه، نقف جنب اللي ضحى بشغله ومصالحه الشخصية لأجل أهم قضية دينية وأخلاقية وقومية في الوطن الإسلامي والعربي فلسطين. مواقف محمد سلام تستاهل كل تحية ودعم عشان فعلا خسر شغله ومصدر رزقه، وخلى المنتجين اللي بيشتغلوا بإشارة من تركي الشيخ يهددوه إنه مش هيرجع يشتغل تاني في السينما غير لما يعتذر لمحمد لتركي الشيخ، زي ما عمل المنتج أو قال المنتج أحمد بدوي اللي ماسك منصب العضو المنتدب للسينما بالشركة المتحدة للإنتاج السينمائي. أحمد بدوي قال أهو، المنتج أحمد بدوي، محمد سلام مش هيشتغل في السينما غير بعد اعتذاره لسيادة المستشار تركي الشيخ. محمد سلام فنان محترم وصاحب مبادئ، واللي بيدفع دلوقتي تمنه إنه قال لتركي الشيخ لأ ورفض إنه يشارك في مسرحية في موسم الرياض في عز الحرب والمجازر اللي بتحصل في غزة في شهر أكتوبر أو من شهر أكتوبر اللي فات. تعالوا نفتكر كده، ومحمد سلام إيه الجريمة اللي عملها؟ إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني وفيها استعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض إن شاء الله يوم 30، وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ مفروض إن إحنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي يتأجل، بس أنا حاسس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني إن أنا خذلتهم مش عارف أعمل لهم حاجة، يعني كفاية علينا السكوت اللي إحنا فيه كلنا. والمشكلة إن دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضية كل مسلم في المقام الأول، هي قضية كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين إنهم يساعدوا إخوانهم. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا، أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه؟ عشان كده ناس كتير قوي شافت إن دي شركة مصرية قررت تتحدى ضغوط التقزيم اللي هي شركة باندا، وكمان دعمت ممثل مصري نطق بصوتنا بصوتنا كلنا، وده اللي كتبه الناشط السياسي تامر شيرين شاوي. قال جبنة باندا عملت إعلان مع محمد سلام اللي تلقى تهديد صريح من إمعة مجهول الاسم أنه لن يعمل مرة أخرى طالما لم يعتذر لتركي الشيخ. النهاردة عندنا شركة مصرية قررت تتحدى الوسخات دي وتتحدى التطبيل والتغزيم والتهوين والإزلال وتثبت إن المصري الحر له تمن في بلده. أنا عمري ما اشتريت جبنة باندا، من النهاردة مش هشتري غير جبنة باندا.
لازم كلنا نعمل كده، ندعم شركة مصرية قررت تتحدى ضغوط التخزين، وندعم ممثل مصري نطق بصوتنا كلنا. نجاح باندا وانتشارها وزيادة أرباحها هيكون رسالة لكل الشركات إن طريق النجاح مرتبط بالرأي العام المصري الحقيقي، بعيدا عن المطبلاتية وعبلة الفلوس. ونجاح باندا رسالة لكل فنان إنك لو قلت الحق وعبرت عن الناس هتلاقي شغل والناس هتقف جنبك. كلنا لازم نكون مع الطرف اللي قرر إن مصر قرارها مصري، لا يخضع لأمراض نفسية ولا صوت مال سايب مع تيوس. كلنا نشتري باندا سواء في بيتنا أو أهل الخير اللي بيطلعوا كراتين أو إطعام طعام يدخلوا باندا ضمن الكرتونة أو الإطعام. والمدارس جاية وسندوتشات المدارس هتبتدي، والجبنة هتكون حاجة أساسية. خلي جبنة السندوتشات باندا، لا تستهينوا بهذا الاختبار. أول خطوة حقيقية جماعية يمكن تنفيذها بدون مخاطر أو قلق لإظهار قوة التكاتف الشعبي، إظهار إننا إذا اتفقنا فنحن قادرون. كله يشتري باندا، ده اختبار سياسي واجتماعي رهيب لوزن الشارع في المعادلة وقدرته على التأثير. أنا مصري، جبنتي باندا. أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي قرت بين الموقف الرجولي لمحمد سلام وبين موقف فنانين تانيين انبطحوا للريالات والدولارات بتاعت شوال الرز. هي اللي بتقول كده، بتقول أو كتبت تقول: ما حدش يقدر على شعب مصر لما يدافع عن حد بيحبه، ولا الجن الأزرق يقدر عليه. محمد سلام غلط في إيه؟ غلط أنه كان صاحب موقف في بلد فيه فنانين منبطحين للريالات والدولارات، ولذلك اتحرم من التمثيل خارج مصر، وبأوامر اتحرم من التمثيل حتى ببلده. ده إيه الافتراء ده كله؟ هيتقطع رزقه يعني؟ ربنا هو الرزاق. صاحب مصنع باندا طلع راجل مصري جدع أو جدع مصري جدا، وكسب مليون تحية بهذا الإعلان، وكسب جمهور مستهلكين لجبنة باندا حبا ودعما لمحمد سلام. تحيا الشعب المصري الجدعان، ولا الحوجة لشوال الرز. منتظرين من شركات الإنتاج الفني تتعاقد معاه تاني كمان، يعني بلاش تخاذل وخوف، ربنا هو الرزاق. المحامي الأستاذ حمزة أحمد عمل مقارنة بين محمد سلام وبين الممثلين اللي بيلحسوا جزم التركي الشيخ، وكتب البوست ده: محمد سلام أصبح رمز أو صار رمز للشرف والرجولة في وقت عز وقل فيه الرجال، يلحسون الأحذية ويمرغون كرامتهم في التراب ويلقون بأنفسهم في أكوام الزبالة من أجل المال، بينما سلام أبى وناء بنفسه عن النزول بالوحل ولم يقرب مستنقعهم القذر، فظل نظيفا لم يتلوث بذلك، لم يحفظ كرامته فقط بل صان كرامتنا جميعا، وبعث لهؤلاء برسالة حاسمة بأن النفوس الشريفة لا تستعبد ولا تباع ولا تشترى، وأن كرامة الحر تعلو فوق كل شيء. كل الدعم لهذا النبيل محمد سلام، أنا مصري وجبنتي باندا. فرق كبير بين فخر الناس بموقف محمد سلام لغاية دلوقتي فاكرين الموقف بتاعه، وبين اللي بيعمله تركي الشيخ من استخدام الفن والفنانين المصريين فأي حاجة بقى، حتى لو طلع نصاب مصري، جماعة بيسرقوا ساعة مصري، نصاب بيلعب في فضيحة موسم الحج، وشركات الجيش اللي نصبت على المصريين وألقت بيهم في شوارع مكة من غير ورق. فنلاقي تركي يجيب أحمد حلمي عشان يمثل شخصية نصاب مصري جاي ينصب على الناس في موسم الحج، فهل دي صورة المصريين؟ رغم من الحقيقة أن المصريين هم اللي اتنصب عليهم مش سعوديين. والناس بدأت تستعيد تاني الفيديو ده لما جاب تركي الشيخ ظهرت فنانين مصر وقعد يوزع عليهم البركات بتاعته. عندنا مفاجأة مهمة مع الأسطورة أحمد حلمي يا حبيبي، في واحد من الأفلام اللي هيدخل فيها نهاية 24 بداية 25 إن شاء الله. فيلم نصاب كبير اللي هيجي المملكة، هيعمل عمليتين نصب كبيرة، الأولى في بطولة الجيمينج
والثانية للناس في العمر والحج. فيلا نترقب الفيلم. فيلم كوميدي إن شاء الله. النونو. النونو. يلا عشان لنا كريم. كريم أنا أدعو لمقاطعة كل أفلام، لا أحد يدخل أي فيلم. وأنا عم بقول مقاطعة كل أفلام. ولما الناس زعلت قوي والدنيا هاجت على السوشيال، طلع عمرو اديب يقول لك انتوا زعلانين ليه؟ في 16 شركه مصريه فعلا نصبوا على المصريين وعادي في نصابين. دور النصاب في الفن المصري والسينما المصري موجود من زمان. وعلى فكره انا لن ازيع سرا، جوه الفيلم ده هيبقى فيه نصاب سعودي. ما هو على فكره كل الشعوب اللي في الدنيا عندها نصابين، في نصاب امريكاني ونصاب انجليزي ونصاب صيني ونصاب مصري ونصاب سعودي، وكل الجنسيات فيها الكويس والوحش. ده احنا بنتكلم على ايه يا جماعه؟ ده احنا بنتكلم على حاجه النائب العام المصري بيحقق مع 16 شركه نصبت على مصريين. وبعدين انت طالع تهاجم قبل ما تشوف الفيلم وقبل ما تعرف ايه الحكايه وقبل ما تعرف ايه الروايه، ده الموضوع لسه بيتكتب وبيتوضب وبيتظبط. هو في ايه؟ طب ما اولاد رزق الجزء الاولاني والثاني كانوا نصابين وحراميه وكل، يعني اشمعنى دلوقتي بقى النصاب ده دونا عن كل النصابين ودونا عن كل البشر ودونا عن كل الحياه؟ هو ده اللي هيبوظ الدنيا، هو ده اللي هيسيء لسمعه مصر. انا عايز اتكلم على موضوع احمد حلمي، فيلم النونو اللي الدنيا تبان انها مقلوبه، لكن طبعا هي مش مقلوبه، هي معدوله، بس اللي قلبها لجانيها في لجان مخصوص. يعني الحقيقه عمرو عنده جزء من الحق. اولا احنا مش شفناش الفيلم، هو عنده حق، وفي نصابين في كل شعوب العالم، عنده حق، وكان لازم يستنى نشوف الفيلم، جايز يطلع الفيلم فعلا عنده حق فيه. لكن هو عمرو انت مالك سخنان قوي ليه كده؟ ولما انت بتتكلم وعارف وواثق من نفسك، ليه قافل التعليقات عندك في التغريده بتاعتك؟ ما تقفل، ما تسمع الناس، ما تسمع، سيبك من القبحة وقلة الادب. انما في ناس تانية عندها اراء تانية كويسه. وحاجه تانية عمرو بقى مهمه قوي الحقيقه، يعني هو ايه، مين اللي جاني اياها؟ مين اللي جاني اياها؟ دي ناس عاديه اللي ردت. ليه دايما انت عامل زي السيسي كده؟ اي حد يهاجمه يبقى اخوان ولجان الاخوان، اي حد يختلف معايا يبقى اخوان. مين اللي جاني اياها؟ افتح التعليقات واسمع الناس. في ناس كتير ردت عليك وقالت لك ليه طيب ما دافعتش عن محمد سلام؟ سؤال محترم. ليه ما دافعتش عن محمد صبحي؟ ليه عمرو طالع تدافع عن احمد حلمي بس؟ ليه ما دافعتش عن احمد سلام؟ عمل ايه احمد سلام؟ ما عملش حاجه. محمد سلام قصدي. ما عملش حاجة، ما شتمش تركي عشان يعتذر له، ما شتمش السعودية، الفنان الكبير التاريخ محمد صبحي ليه ما طلعش تدافع عنه؟ ولا أنت خايف من تركي؟ ده اللي كتبه لك مصطفى. مصطفى بيقول لك طيب حلو جدا، أنت بما أنك قافل التعليقات عشان عارف اللي هيترد عليك بيه، محتاجين منك واحدة زي دي كده تدافع عن محمد صبحي ومحمد سلام، وبلاش تخاف من تركي مش هيشوفها. يا سلام عليك يا مصطفى، سلام على الحلاوة يا مصطفى. هو ده يا عمرو، انت عندك حق، احنا مفروض نستنى الفيلم صح، ومفروض ما نربطش بين اولاد رزق اللي رايحين يسرقوا ساعة او ساعات وبين ده صح. مظبوط يا عمرو جدا، حتة واحدة زي دي كده لمحمد سلام بقى. انما الحقيقة عمرو اصبح يعني بيخاف على زعل تركي تحديدا. وميرفت سألتك سؤال مهم، انت ليه زعلان او زعلان على مين؟ ميرفت حقيقة سؤالها مهم، قالت لك هو انت زعلان على مين؟ انت زعلان على مين؟ على احمد حلمي ولا على تركي الشيخ؟ طب ما زعلتش ليه على محمد سلام اللي تركي منعه يمثل وهدده داخل بلده؟ مش ده مصري زي احمد حلمي؟ ولا انت بتطبق المثل اللي بيقول عدو حبيبي عدوي؟ المذيع بيرفض كل ما يسيء لبلده وابناء بلده، مش تابع لولي نعمته اللي بيقبضه مهما كان الضرر اللي وقع على غيره. يا سلام يا ميرفت، ايه الحلاوه دي؟ المحامي الاستاذ طارق جميل سعيد كتب رساله جميله لاحمد حلمي طالبه فيها انه يمثل شخصيه احسن من كده، من شخصيه النصاب. خلينا نشوف كده الاستاذ طارق جميل سعيد قال له ايه؟ قال له قريبا الفنان المحترم احمد حلمي، بالقطع احترمك واعلم جيدا انك وطني حتى النخاع ومثقف لاقصى الحدود. هل لي أن أستسمحك في أن تقوم بتمثيل دور أول مهندس ساعد أشقائنا في إعمار الشقيقة السعودية، أو أول طبيب مصري عالج أهلنا في السعودية، أو أول مدرس شارك في تعليم أهلنا في السعودية،
أو أول قدوة مصرية أو أول أو أول بدأ من أن تمثل دور مصري بينصب على الحجاج. أعتقد الرسالة وصلت مثلما وضح الغرض من إظهار المصري بهذا الشكل. رد يا عمرو بقى، رد يا عمرو، بلاش نبع عمرو تيجي لك حموضة كده على كل حاجة تمس تركي، بس اللي يمس مصر لا. وعمر بلاش تردد الكلمة بتاع السيسي، كل ما حد يزعل منك تقولي اللي جاني إياها. إيه اللي جاني إياها؟ مفيش لجان، ناس بتحاول تفهم. طول بالك شوية عمر، ووسع صدرك للناس. بعد الفاصل هنشوف بعد الضربة اليمنية لتل أبيب نتنياهو بيشعل الوضع في البحر الأحمر قبل زيارته لواشنطن. ده بعد الفاصل. عشر شهور من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من غير لا نصر ولا تحقيق أي أهداف للحرب دي حتى الآن. عشر شهور سقطت فيهم الحقيقة أقنعة كتيرة جدا. عشر شهور عرض حكام العرب من العنتريات اللي كانوا بيتشدقوا بيها التي ما قتلت ذبابة. عشر شهور كشفت الجيوش العربية أمام شعوبها وإنها مش أكتر من حامي لإسرائيل والكراسي أصحابها. عشر شهور نتنياهو بيستفيح فيها بلاد العرب يمين وشمال، احتلال وخيانة وتطبيع. وصولاً لغاية مشهد قصف اليمن اللي جاي قبل ساعات من سفر نتنياهو إلى أمريكا لإلقاء كلمة أمام الكونغرس. نتنياهو الحقيقة مرضيش يقابل بايدن إلا وسائف إجرامه في أعلى مستوى، وهو ضامن كمان إن بايدن مش هيقدر يفتح بقه لأن بايدن أصلاً انسحب لصالح ترامب. أدي الخبر أهو برفقة معدات الحقيقة وفريق أمني نتنياهو يتوجه إلى واشنطن. ده في الوقت اللي نتنياهو مطارد جوه وبره إسرائيل من عائلات الأسرة، زي ما قالت الصحف العالمية كده، الجزيرة بتقول صحف عالمية عائلات أسرة تلاحق نتنياهو بواشنطن وحكومته تغير تفكير يهود أمريكا. كمان نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية التحركات لأهالي الأسرة، وده اللي قالته صحيفة الجيروزالي بوست اللي قالت حصري تحصل على النص الكامل للكتاب الذي تنوي عائلات الرهائن توزيعه على عضو أو أعضاء الكونغرس الأمريكي. ده في الوقت اللي الدنيا فيه جوه إسرائيل مشتعلة، زي بيقول الخبر ده الإسرائيليون يفتتحون أسبوعا من الاحتجاجات ضد الحكومة ومطالبة بصفقة الرهائن مع توجه نتنياهو إلى أمريكا. هارتس. عشان كده عملية قصف اليمن كانت في وقت جت في وقتها يعني لإنقاذ نتنياهو وللضغط على الإدارة الأمريكية، وده يفسر لك الشو اللي اتعمل حوالين الضربة زي ما بتقول تايمز أوف إسرائيل. الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لطائرات F-15 تستعد لنشر أو لشن غارات جوية على اليمن. يدعو تحرانوت قالت قتلى وجرحى في هجوم إسرائيلي باليمن وانفجارات ضخمة في ميناء الحديدة. أهو قتلى وجرحى، ده اللي قالته يدعو تحرنوت. القصف الإسرائيلي وتحركات نتنياهو رد عليها الحوثيين بقصف تاني لأهداف داخل الأراضي المحتلة، زي ما قال الراجل ده في الشرق، الحوثيون قصفنا أهدافا مهمة في إيلات بعد غارات الحديدة وإسرائيل صاروخ باليستي وأسقطناه. ده اللي قالته إسرائيل. ده اللي خلى وسائل الإعلام الإسرائيليين تشوف إن ده تصعيد، التصعيد ده ما هو إلا بداية للمشكلة، زي ما قالت دفار الإسرائيلي بيقول ضربة الطائرات بدون طيار في تل أبيب هي بداية الطريق للحوثيين وليست النهاية. ما بين التطورات في الصراع مع الحوثيين باستهداف تل أبيب والرد على الإسرائيل أو الرد الإسرائيلي الأول من نوعه أنها تضرب اليمن وزيارة نتنياهو إلى أمريكا، هتدور كتير من الأسئلة مع ضيوفي وضيوفكم اللادي حول تداعيات الهجوم المتبادل وحالة التصعيد النوعي من جانب الحوثيين. وهل زيارة نتنياهو لواشنطن هتبقى مكاسب ومزيد من الدعم لإسرائيل ولنتنياهو؟ كل دي أمور محتاجة نعيشها مع ضيوفي أو ضيوفكم السيد ياسين التميمي السياسي والكاتب اليمني. سيد ياسين أهلا بحضرتك. أهلا الله مساءكم كل خير أستاذ محمد والمشاهدين.
وايضا معي دكتور ربحي حلوم او دبلوماسي الفلسطيني السابق. دكتور ربحي اهلا بك. اهلا بك مساء الخير اخي. اهلا بك. بعد اذن الاستاذ ياسين نبدا بتوجيه الاسئله للاستاذ ربحي. استاذ او دكتور ربحي، بعد اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن التنحي عن سباق الرئاسه، الى اي درجه ده سينعكس على موقف نتنياهو في امريكا في ظل اشعاله المنطقه بضرب اليمن؟ واضح تماما ان نتنياهو يعني يريد ان يعطي الضوء الاخضر، يعني يريد ان يصدر اوامر لاي رئيس امريكي سابقا او حاليا او قادم. وبدأ يدرك الآن أن بايدن بعد أن أعلن عن انتهاء فترته الرئاسية وأنه لن يرشح نفسه، بدأ نتنياهو يغازل ترامب ويحضران معا للتآلف في سبيل إسناد ترامب للصهاينة ولمخططاتهم. وبالتالي هو سيذهب خلال الأيام الأربعة القادمة أو بعد أربعة أيام إلى الولايات المتحدة لكي يخاطب الكونغرس، لكي يعطي الضوء الأخضر لعملائه في الكونغرس وهم كثيرون، ويحاول أن يفرض سيطرته وكأنه طاووس يستطيع أن يفرش جناحيه على الإدارة الأمريكية. لكن هناك الشعب الأمريكي بدأ يدرك أنه لا يجوز أن يكون أداة في يد دولة مارقة يعني تحتل أرض غيرها. بدأ الشعب الأمريكي يتململ إزاء هذه الخطوات، وبدأ أعضاء في الكونغرس يتحركون في هذا الاتجاه. ونحن نتابع عن كثب أن الشعب الأمريكي كله بدأ يدرك الآن أنه لا يجوز أن يكون أداة تتحرك في قبضة المجرم نتنياهو وعصابته ودولة مارقة كإسرائيل. وفي يقيني أن الزمن الأيام القادمة ستشهد تراجعاً أمريكياً شعبياً كبيراً إزاء ما هذا. لا بس معلش أستاذ ربحي، يعني خليه أحضان الولايات المتحدة. خليني بس أرجع لحضرتك بسؤال تاني، لأنه هناك تجربة سيئة بين ترامب ونتنياهو حدثت منذ تقريبا 4 سنوات. إنما أروح للأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، بأكثر من 20 طيارة حفلة كاملة في سماء اليمن، يعني الحقيقة لم نرى هذا الجمع الكبير من الطائرات. قيل أنهم 20 طائرة من F-15 و-16 و-F-35 ومجموعة طائرات مروحية للتزويد بالوقود. كيف رأت أو رأى شعب اليمن هذه الحفلة التي أقامتها إسرائيل فوق سماء العالم العربي أو فوق سماء الجزيرة العربية كلها؟ هو كما وصفته شو بكل ما تعني المعنى، الهجوم الإسرائيلي المبالغ فيه بطائر هذا العدد الكبير من الطائرات لا يتطابق مع النتائج في الميدان. في النهاية هناك تقريبا ضربة في الميناء وضربة على مخازن الوقود. لا أعتقد أنه نحتاج لكل هذه الطائرات، لكن أعتقد أنه الكيان الصهيوني كان بحاجة إلى أن يستعيد قوة الردر التي فقدها. لماذا اختار ساحة اليمن؟ هذا أعتقد أنه ضمن هذا توزيع الأدوار في هذا الصراع الإقليمي الذي يراد له أن يبقى محدوداً في ظل الانضباط الكبير من قبل إيران ومجموعتها، اختير اليمن كساحة. أنا في تقديري أنه القول بأن الطائرة التي استهدفت تل أبيب جاءت من اليمن مسألة فيها نظر، بأن الأثر الذي تركته هذا الطائرة محدود جداً. فإذا افترضنا أن هذه الطائرة قطعت 2000 كيلو، يفترض أنها استهلكت وقوداً كثيراً، بمعنى أنها طائرة كبيرة جداً. فلماذا عندما اصطدمت بمنزل أو ببرج في تل أبيب كان أثرها محدوداً؟ ظهر المتحدث العسكري ووصف هذه الطائرة، وفي الوقت الذي يقول بأنه لم يتم رصد الطائرة أصلاً. إذن كيف تسنى لهم معرفة أنها قطعت 2000 كيلو من اليمن وأتت إلى تل أبيب؟ أنا في تقديري أن إسرائيل في هذه المرحلة تحديداً
تريد أن تعطي انطباع بأنها لديها قدرة وأن يدها طويلة للوصول لأبعد نقطة في العالم العربي، فاليمن هي ساحة مثالية. بينما الطائرة هذه ربما أتت من سوريا، ربما أتت من لبنان، ربما أتت من منطقة قريبة. إسرائيل ليست جاهزة الآن قبل أن يذهب نتنياهو إلى واشنطن لكي تتهم طرفا قريبا من المحيط الجغرافي بإرسال هذه الطائرة إلى تل أبيب. فالحوثيون طرفا مثاليا في الحقيقة. هذه الطائرات إيرانية ترسلها إيران إما عن طريق المقاومة البحرينية أو عن طريق المقاومة العراقية أو عن طريق الحوثيين، لكن في النهاية هذا الاشتباك المحدود المنضبط بين إيران وإسرائيل أعتقد أنه صمم لكي يعمل تنفيس لحالة الاحتقان العربية التي تأتي من هذه المشاهد المؤلمة من المعركة الحقيقية، من ساحة المعركة الحقيقية في قطاع غزة والضفة الغربية. هذه هي الساحة التي يراد صرف الأنظار عنها. هناك يدفع الناس بالمئات الآلاف أرواحهم، هناك تدمر المنازل وتدك الجامعات والمدارس ويقتل الناس ويعتقلوا ويعذبوا وتستخدم الأسلحة المحرمة، وأكثر من 2000 طن لزينة القنبلة الواحدة تسقط على أبناء غزة. هذه هي الحرب الحقيقية التي يراد صرف الأنظار عنها إلى هذا الشو الذي تصممه إسرائيل وبعض الأطراف. يعني أستاذ ياسين أنت تسميه شو؟ لأن العدد الذي أعلن عنه من الطائرات، سرب كامل من الطائرات، أكبر من النتائج التي حققها أو حققتها هذه الطلعة على الأرض، صحيح كده؟ نعم، وفي النهاية هي أهداف مدنية. أهداف مدنية. لا، ما هم بيفرقوش، الإسرائيليين مش بيفرقوا ما بين هدف مدني وهدف عسكري. دول قصفوا. يعني هذا العدد الكبير من الطائرات يفترض أنه يستهدف يعني عدة أهداف، وأهداف ذات طبيعة عسكرية ممكن أن تؤلم جماعة الحوثي، لكن في النهاية هذا العدد الهائل من الطائرات يقصف خزان نفط ثم تحرق بقية الخزانة، أو يقصف يعني جزء حيوي من ميناء الحديدة وانتهى الأمر. إذن هذا شؤون بتقديري. نتنياهو يحتاج إلى أن يعطي يعني مناصريه أو المجتمع الصهيوني المحتقن انطباع بأنه لا يزال قوي وأن إسرائيل قوية وأنها قادرة على الوصول إلى أي نقطة. طيب، الأمور اختلطت إلى حد كبير. وصول طائرة في النهاية إلى تل أبيب مزعج بالنسبة لنتنياهو الذي حاول أن يصدر للناخبين بأنه الشخص القوي الذي يمكن أن يضمن أمن إسرائيل. كلامك ده يا أستاذ ياسين خلاني أروح للدكتور ربحي وأسأله. من حوالي 4 سنوات تقريبا كان ترامب زعلان من نتنياهو، قال لدي معه واقعة سيئة عندما أرادوا قتل رئيس الحرس الثوري الإيراني، وقال بأن نتنياهو قال له بأنه إسرائيل لا تفعل ذلك. ثم قال ترامب في هذا الكلام أنه إذا دعموني في نوفمبر لماذا لم يقضوا على هذه المقاومة إسرائيل، أو لماذا لم يعرفوا هذا الهجوم؟ إسرائيل لديها إمكانيات أكثر تطورا. هل تعتقد أن ترامب الآن سيقابل أو سيلتقي، إذا التقى يعني، بنتنياهو بنفس هذه الروح يا دكتور ربحي، أم أنه الانتخابات لها طبيعة أخرى؟ أخي، كما تعلم الانتخابات الأمريكية على هم على مشارف الانتخابات، وبالتالي هذا خلاص هي حسمت لترامب، عشان إيه نبقى واضحين يعني. نعم نعم، ترامب يعني يتقن لعبة الانتخابات، وبالتالي يريد يعني يستغل هذا التصعيد في سبيل كسب مزيد من أصوات اليهود الذين يدعمونه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يستغل هذا الظرف كما تفضلت. وأم باعتبار بايدن أعلن رسميا أنه لن يترشح، وبالتالي فإن القادم هو ترامب، وترامب يعني حريص أن في تقديري ربما تأتي زيارة نتنياهو بعد 4 أيام للولايات المتحدة في ظل التصعيد الانتخابي والحمى الانتخابية التي ترتفع كل يوم في الولايات المتحدة، في سبيل وهو يدرك أن ترامب هو قادم بلا شك، هذا ما يعني الانطباع، ويريد
أن يصلح الخلل القائم الذي كان قائما بينه وبين ترامب في سبيل كسب يعني عدم التصادم معه مستقبلا، ويدرك ويوقن أنه آت بلا شك. طيب خلينا نروح للأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، معروف أن اليمن دي الحقيقة يعني مغبرة للغزاة، مغبرة كل من دخل اليمن يعني أصيب فيها بنكسات عسكرية. إلى سؤالي بقى، إلى أي مدى اليمن أو لدى الحوثيين تحديدا القدرة على تحمل توسع الحرب مع دخول إسرائيل مباشرة وعسكريا في اليمن؟ الحوثيين عندما نتحدث عن قدرتهم على التحمل، الحوثيين هي جماعة اليوم استولت على كثير من مقدرات الدولة، لكنها لم تقم بالتزاماتها تجاه الشعب، وبالتالي من الحديث عن القدرة عن التحمل لا معنى له، لأن هذه الجماعة عمليا لا توفي بالتزاماتها تجاه مثلا مئات آلاف الموظفين المحسوبين عليها، لا تصرف لهم مرتبات، لا تستورد السلع الأساسية الذي يقوم بتغطية لاستيراد السلع الأساسية، هي السلطة الشرعية. إذن هناك جباية كبيرة جدا تؤسس اقتصاد موازي في اليمن، وبالتالي ليس هناك من التزامات لهذه الجماعة تجاه الشعب، فأي هجمات قادمة أعتقد أنها لن تؤثر بشكل كبير على جماعة الحوثي، والكلفة سيتحملها الشعب اليمني بكل تأكيد. نحن في فصل عبثي من تاريخ اليمن، أنتم تعرفون أن اليمن أن اليمنيين قاتلوا في حروب فلسطين كلها تقريبا من 48 إلى حرب لبنان عام 1980، لكن كان اليمنيون يذهبون إلى هناك على أرضية وطنية مشتركة ومتفقين على دعم فلسطين. اليوم هناك بلد مختطف، هناك شعب مشرد، هناك ملايين النازحين في اليمن، هناك اقتصاد مدمر، وهناك جماعة طائفية محسوبة على إيران صادرت القرار اليمني، واليوم هي تبحث عن مشروعية من خلال الالتحام بمعركة غزة. لكن للأسف الشديد كما يعني هي هجمات الحديدة في نهاية المطاف، التعويض سيأتي. يعني أولا خزانة الوقود هي تعود لرجال الأعمال، الميناء ستتكفل الأمم المتحدة بإعادة ترميمه كما حدث من قبل، لا مشكلة بالنسبة لجماعة الحوثي، وستظل تصدر ادعاءات بأنها في حالة مواجهة مع الكون ومع العالم، وهي أكبر بالتالي من أي شريك آخر أو طرف آخر محلي إذا ما فكر أن يضغط على جماعة الحوثي من أجل تحقيق السلام في اليمن. نحن ننتظر نتائج سلبية للغاية من هذا الشوء العسكري في جنوب البحر الأحمر. خلال الفترة الماضية كان هناك هجمات عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تبين أنها يعني لم تقدم ولم تؤخر، وأنها تأتي في سياق يعني أستاذ ياسين يعني أنت شايف، معلش، أنت شايف أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن كان شو إسرائيلي، وترى أيضا شو إسرائيلي، لكن نتائجه في الميدان النتائج مؤلمة، يعني في النهاية مؤلمة أنا فاهم، لكنها وسخت أرواح، لكنك ترى في النهاية أن ده شو إسرائيلي ليس نعم. على طيب، وفي نفس الوقت خليني أكمل فكرتي، كان ينبغي أن تذهب لمكان آخر وليس لليمن. إسرائيل تمام، أنا فهمت الوقت مناسبة لتوسيع نطاق أستاذ معركة داخل. أنا فهمت فكرتك، لكن خليني أكمل فكرتي. أنت ترى رغم أنه مؤلم لكنه كان شو، ضرب إسرائيل للميناء والخزان في اليمن كان، ولكن على الناحية الثانية ترى أيضا أن هجوم المسيرات الحوثية على إسرائيل برضو ترى شو عسكري. هل أنا فهمتك صح؟ المسيرات أنا تحدثت من قبل، لا أعتقد أن المسيرة التي أصابت تل أبيب أو وصلت إلى تل أبيب جاءت من اليمن، أنتم تعلمون وتتابعون، لكن تراها أنها لكن أنت ترى أنها شو عسكري أيضا. وإسرائيل اختارت أن تنسب هذه الطائرة لليمن لكي يأتي الرد الرادع في ساحة بعيدة جدا لا تجر إسرائيل في هذه الفترة تحديدا إلى مواجهة إقليمية شاملة. ففي النهاية هناك ضربة يعني إحنا في وجهة نظر حضرتك إحنا في وجهة نظر ليس لها تداعيات إقليمية على المستوى العسكري، يعني في وجهة نظر حضرتك نحن أمام مسرحية عسكرية، مسرحية عسكرية بكل ما تعني الكلمة معنا. دكتور ريكي. وهي امتداد للمسرحية العسكرية البريطانية الأمريكية التي قالت بأن البحرية الأمريكية
يعني تخوض معركة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. دكتور ربحي حضرتك معترض على الطرح ده؟ أختلف مع ما قاله في هذا الشأن. أعتقد أن المسيرة التي وصلت وضربت تل أبيب كانت اختراق حقيقي، والمسافة التي قطعتها والزمن الذي استغرقت والفعل الذي تمكنت به في قلب تل أبيب كان فاعلا. وأعتقد أن اليمن يملك أن يكرر هذه العملية. لكن خليني أسوب لك يا دكتور ربحي، هو لا يتحدث عن اليمن الأستاذ ياسين فيما وصلني منه، يعني اختراق ما فيش نقاش. لكن أنت تعلم أن المقاومة البحرية تطرق مسيرات ولا البحرينية؟ المقاومة الإسلامية البحرينية تطرق مسيرات، المقاومة العراقية تطرق مسيرات، الحوثيون يطرقون مسيرات، حزب الله يطرق مسيرات، كل مصدر واحد. ثم التكتيك يقتضي أن هذه المسيرات تحسب على اليمن، كلهم مصدر واحد. أنت تشير إلى إيران. نعم. يعني الضربات التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة المنشآت النفطية في شرق المملكة العربية السعودية في 2019 ثبتت، يعني أثبتت التقارير العسكرية أنها لم تكن مصدرها اليمن. طيب. ومع ذلك هي حسبت على الحوثيين. طيب خليني أروح للدكتور ربحي. دكتور ربحي، ترامب يرى أنه فيما نشر عليه لسانه، يعني بأنه عدد الباقين من الرهائن قليل، وأنه لو كان موجودا في السلطة لم يكن 7 أكتوبر حدث، وأنه استطاع إبان رئاسته لأمريكا أن يقضي على داعش، وهو يرى أن داعش الآن بدأ ينظم صفوفه. هذه الإشارات كلها ألا ترى معي أنه هي وعد من ترامب بأنه في حالة رئاسته لأمريكا سيقضي على تنظيم حماس؟ لن يستطيع فعل ذلك. لا، أنا عارف أنه فعلان. أنا بقول طبقا لما فهمت من تصريحاته، هل يعني بأنه واحد الرهائن الموجودين يعني عدد قليل جدا ولا داعي للدخول في مفاوضات، وأنه يشير إلى أنه يعني يستطيع القضاء على حماس؟ في تقديري أن ترامب لديه يعني يحيط به عدد من مستشاريه والذين يعني يأتلفون معه في وضع السياسة التي يسلكها، وبالتالي لن يقدم على مجازفة امتهاده. لكنني أعتقد أنه سيلجأ إلى طريقة باعتباره لم يصل بعد، لكنه يتوقع العودة إلى الحكم، وبالتالي سيمهد لذلك ولا يريد أن يضع عقبات قبل أن يستلم الموقع ويصل إلى الرئاسة. وبالتالي هو يتصرف بمنتهى الصمت والعمل غير المعلن في تقديري، ويريد من وراء ذلك أن يكسب الأصوات اليهودية المرتقبة له ويحزم أمره قبل أن يأتي موعد الانتخابات القادمة في الفترة المتبقية لبايدن. وبالتالي كل هذه العوامل تشكل أمامه خارطة الطريق يعني يلتزم بها ويحاول أن يسلكها وفق ما هو قادم في المستقبل القريب. طيب خلينا أروح للأستاذ يعني ياسين. أستاذ ياسين، رغم أن حضرتك قلت، لكن صحيفة معاريف رأت أن الضربة الإسرائيلية لليمن زي ما حضرتك بتقول هي ضربة مباشرة لإيران حتى تمنعها من التدخل وتعطيل وتعطل بها يعني قدرات الحوثيين. يعني إلى أي مدى الضربة دي ممكن فعلا تؤتي ثمارها كما يريد الإسرائيليين وتعطل تطوير قدرات الحوثيين؟ هي لا شك أنها هي رادعة ستجعل الحوثيين ربما يفكرون مجددا في الاستمرار في عمليات من هذا النوع، أو على الأقل ادعاء أنهم قاموا بهذه العمليات نيابة عن إيران. لكن أنا في تقديري
أن الأمر بالنسبة لإيران بالنسبة للحوثيين لا يحتسب ضمن الكلف التي يمكن أن تدفعهم لاتخاذ قرار استراتيجي مثلاً بالتوقف عن هذا الاشتباك الإقليمي، لأنه في النهاية الذي يدفع ثمنه هو الشعب اليمني. وإيران صممت أصلاً يعني نفوذها على يعني لكي تضمن أنها لن تكون هي الهدف المباشر في أي مواجهة عسكرية، وإنما أدواتها أو منظومتها التي تتوزع في البلدان العربية، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن. الضربة هي أعطت انطباع للداخل الإسرائيلي وللعالم بأنه إسرائيل لا تزال لديها قوة رادع كافية، لكن يؤخذ على إسرائيل أنها اختارت اليمن لأنها تتجنب اختيار جبهة أخرى قريبة، لبنان مثلا أو سوريا، لأن هذا الأمر ربما يصعب على نتنياهو الذي هو على موعد. أستاذ ياسين، لماذا أستاذ ياسين أنا عندي سؤال لحضرتك، لماذا لا تعتبر أن وصول المسيرة إلى تل أبيب حتى وإن كانت نتائجها محدودة مقتل شخص إسرائيلي، لماذا لا تتصور أن هذا الأمر هو جرح لكرامة وللصورة العامة العسكرية لإسرائيل؟ لا أنا أعتبر أن وصول مسيرة واستهداف مبنى في تل أبيب مهم جدا مهم جدا، لكن حماس عملت أكثر من هذا بكثير. بس حماس مجاورة، حماس مجاورة يعني للمكان. حماس مجاورة، لكن أنا لا أقلل من أهمية الضربة بالمسيرة، أنا فقط أضعها في السياق الطبيعي. لماذا نفترض أنها جاءت من اليمن؟ هذه المسيرة إذا قطعت مسافة 2000 كيلو تحتاج إلى وقود كبير. أي. يعني إلى حجم، ويفترض أن الطائرة هذه كبيرة، إذن الطائرة الكبيرة هذه التي لم تحطم حتى النوافذ الشقة التي وقعت فيها، هذا يعني أنها طائرة صغيرة، هذا يعني أنها هذه الطائرة الصغيرة لم تقطع هذه المسافة. فقط نحن نبحث من الناحية المنطقية، إنما وصول الطائرة إلى تل أبيب أمر مرحب به، استهداف تل أبيب من أي طرف كان مرحب به، لكن ربط المسألة هذه بالحوثيين هذا توزيع أدوار في النهاية تقوم فيها العملية المشتركة التي تديرها إيران. ساعة تقول يعني عندما يكون في هجوم على حيفا أو على مناطق قريبة من حيفا لا تقول حزب الله، تقول المقاومة الإسلامية البحرينية أو تقول المقاومة العراقية. هذه المرة قالوا الحوثيين لأنهم يريدوا أن يؤهلوا الحوثيين لدور أكبر على مستوى المنطقة، ويريدوا أن يحرروا الحوثيين من الالتزامات الداخلية تجاه السلام. فهذا الأمر يظهر الحوثيين على أنهم قوة تدافع عن اليمن وتدافع عن حياض الأمة العربية من خلال اليد الطولة التي تمتلكها، بينما في الحقيقة هذه الطائرة لم تأتي من اليمن. على الرغم من أن ما فيش دولة في المنطقة أكدت رواية حضرتك بأن هذه الطائرة لم تخرج من اليمن، لم نجد أي تعليق من أي دولة في المنطقة تؤكد رواية حضرتك، لكن هنعتبرها طبعا رواية منطقية أنه المسافة كبيرة جدا حوالي 2000 كيلومتر كبيرة على طائرة صغيرة زي المسيرة. لكن ده يخليني أخد كلام حضرتك وأروح بيه للدكتور ربحي. دكتور ربحي، إذا استطعنا تصديق أن الطائرة خرجت من اليمن فعلا ومن الحوثيين تحديدا، إذا تعاملنا مع هذه الرواية الإعلامية، فحضرتك إلى أي مدى تصبح السعودية لديها كل الحق في أنها تعقد مع أمريكا كما أزيع في الفترة الأخيرة اتفاقية لعمل منشآت نووية وتبادل عسكري وحماية عسكرية أمريكية للسعودية من الهجوم كما ذكر في الروايات الإعلامية من هجوم دولة قريبة؟ إلى أي مدى السعودية تصبح لديها هذا الحق؟ أعتقد يعني تتصرف وكأن اليمن ضرتها، ومن هنا في يقيني أنا لا أستبعد أن تكون قد الطائرات الإسرائيلية المقاتلة ربما تكون قد انطلقت من الأجواء. يعني لا ده هو ثبت خلاص يا فندم أن هناك كان هناك تنسيق مصري سعودي إسرائيلي في هذه الطلعة. هذا ما أردت الوصول إليه، هذا ما أردت أن أقوله، أن الطائرات لم تنطلق إلا وفق تنسيق مسبق، والسعودية طرف في هذا التنسيق. هذا يعني يقيني واعتقادي
وربما أكون مخطئا، لكن هذا ما الأحداث تؤكده، والوقائع لا يمكن أن توضع أي احتمالات غير هذا الاهتمام. يعني ما هو يفندم ما هو ثابت خلاص، أعلن رسمي بأن هناك كان هناك تنسيق مصري سعودي إسرائيلي في هذه الطلعة الجوية، فهو أصبح الأمر يعني ليس مسار شك أو ظن من حد، هو خلاص تم إعلانه يعني. طيب خلينا نروح لآخر سؤال للأستاذ ياسين. أستاذ ياسين خلينا أنطلق من النقطة الأخيرة، وهي نقطة أنه كان هناك تنسيق مصري سعودي لهذه الطلعة التي ضربت مع الأسف اليمن أو الميناء. إلى أي مدى يعول الإسرائيليين على هذا التنسيق المصري السعودي أو التواجد العسكري حتى في البحر الأحمر لمزيد من الضغط العسكري على اليمن بشكل عام وليس الحوثيين؟ أنا ربما فيما يتعلق مسألة التنسيق، الكيان لا يحتاج إلى تنسيق لا مع مصر ولا مع السعودية. هناك القيادة المركزية الأمريكية لديها مركز عمليات يسيطر على المنطقة بكاملها ويرقب كل شاردة وواردة، ولا شك أنه قدم إسناد للطائرات الإسرائيلية التي في النهاية ستنطلق من إيلات وستمر فوق البحر الأحمر، وهو ممر يفترض أنه دولي، ثم تصل إلى الحديدة وتضرب أهدافها. لكن هذا لا يعني أن الرادارات السعودية تجاهلت الطائرات أو أن الرادارات المصرية تجاهلت الطائرات. القوات الجوية المصرية عرفت أن هناك طائرات إسرائيلية تجاهت جنوباً، كذلك المملكة العربية السعودية، لكن هل هناك تنسيق بمعنى أن هذه الضربة أصبحت سعودية مصرية؟ هذا هذا الرواية لا أتبناها. الذي أعرف أنه الحملة تمت بتنسيق أمريكي إسرائيلي. يعني السعودية ومصر مرغمين على هذا؟ مرغمين على هذا، إما أنهم يعترضوا الطائرات الإسرائيلية. بس كان معنا خبر في أول الحلقة دكتور أستاذ ياسين بيقول أنه تم عمل اجتماع في المنامة في البحرين ما بين رؤساء أركان السعودية والأردن ومصر والإمارات وإسرائيل وأمريكا، ولكن هذا الاجتماع يفترض أن يسفر عن، ربما يكون مرتبط بترتيبات أخرى، ربما يكون مرتبط مستقبل ما بعد الحرب على غزة، ربما ليس من أجل غارة إسرائيلية على خزانات نفط في الحديدة. هذا الاجتماع التنسيقي ربما لحاجة أخطر من هذا بكثير. لا، هو الخبر في أكسيوس بيقول أنه يقول مسؤول الأمريكيون أن التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة سمح لهم بجمع المعلومات، هو الاجتماع الدائع يعني والتعاون يعني سمح لهم بجمع المعلومات الاستخبارية والحصول على إنذار مبكر بشأن الهجوم. على كل حال الصحافة الغربية أيضا هي جزء من الشو، هو إظهار الضربة يعني ما قامت به تل أبيب في إطار تضامن عربي كامل وتأييد من النظام الرسمي العربي إلى آخره. أنا في تقديري أن إسرائيل مضت في طريقها ولا تستطيع هذه الدول أن تمنع إسرائيل، وهذا يكفي. أنا في تقديري أن الدول العربية كان ينبغي أن تمنع الهجوم وجرائم الإبادة في غزة وليس فقط الهجمات على مدينة الحديدة. فأقصد أن هذا التفصيل الهدف منه حتى بالنسبة للصحافة الغربية إظهار أن ما تقوم به إسرائيل كان عملا أخلاقيا بدليل أنه جاء في إطار تنسيق توافق عربي مزبوط يعني. طيب سؤال الأخير للدكتور ربحي ونختم به الحلقة. دكتور ربحي في دقيقة، يعني لم نرى أي بيانات من الخارجيات العربية إلا الخارجية المصرية بس أشارت إلى أنه يجب ضبط النفس وإلى آخره، كيف ترى هذا الانبطاح في الخارجيات العربية كلها التي لم تدين الهجوم على اليمن؟ أخي متى كان لهذه الأنظمة العربية تأثير في الأحداث؟ للأسف الشديد هذا السؤال يطرح نفسه. كل ما يجري وجزء من سيناريو واضح لكل نظام دوره في هذا السيناريو، يطبقه وفق ما تقتضيه علاقاته مع هذه الدولة أو تلك الدولة ومع الكيان الصهيوني. معظمهم من تحت البساط له علاقاته مع، لا حتى لم نرى، معلش يا دكتور ربحي، حتى لم نرى من خارجية السلطة الفلسطينية أي بيان يعني فيما أعلم. ومن قال أن السلطة الفلسطينية بعيدة عن هذه الأنظمة؟ هي منسقة معه على في كل صغيرة وكبيرة، هي جزء من السلطة الفلسطينية، لا تختلف عن هذه الأنظمة، وبالعكس السلطة الفلسطينية هي ذراع من أذرع، أنا أقولها بكل وضوح،
هي ذراع من أذرع الاحتلال. يعني أنت ترى أنه ده في الإطار العام يعني مفهوم يعني، وأنه لم يكن لهذه الأنظمة أي دور كما ذكر الأستاذ ياسين التميمي أي دور حتى ولو بالشجب الذي كنا يعني نسخر منه زمان، الآن حتى هذا الشجب لم يعد موجود. خليني في النهاية أشكر الدكتور ربحي حلوم الدبلوماسي الفلسطيني السابق، بشكرك جدا. الأستاذ ياسين التميم السياسي والكاتب اليمني، كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا لك. على أي حال، هي اللي أشار إليه الدكتور الأستاذ ياسين شيء مهم جدا، أنه فكرة أنه كان هناك تنسيق بين رؤساء الأركان العربية أو الجيوش العربية في البحرين، هو عمل أو تنشره الصحافة العالمية لمحاولة إظهار أن ما تفعله في إسرائيل هو متفاهم من الدول العربية ومتفق عليه، ودي نقطة مهمة جدا أنا بشكر الأستاذ ياسين عليها. أيضا النقطة الثانية اللي أشار إليها الأستاذ ياسين وهي مهمة أيضا، أنه حجم الطائرات اللي قيل أنها انطلقت من إسرائيل F-16 F-15 F-35 20 طائرة، هذا الحجم لا يتناسب مع الأهداف اللي تم ضربها في اليمن، وإن كانت مؤلمة، لأن سقوط يمني واحد أو عربي واحد في أي حتة هو شيء يعني مؤلم، ولكن هذا الحجم الكبير من الاستعراض العسكري كان يقول، أو كما ذكر الأستاذ ياسين، يبدو أنه فعلا عنده حق لما قال بأنه ده يعني مطلوب منه شو أكتر من أنه عمل عسكري حقيقي، وأنه الهدف منه هو نقل المعركة إلى اليمن حتى نبعد أنظرنا عما يحدث في غزة، وده شيء برضو أو دي نقطة برضو تدعو للتفكير. بالآراء دي أو باللقاء ده انتهى اللقاء أو انتهت حلقة النهاردة من برنامج مصر النهاردة، إلى أن نلقاكم غدا وحلقة جديدة في برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.